أتمنى الجزء اللي فات تكونوا اطلعتوا عليه وقريتوه، بحيث الموضوع بتاع النهاردة هو تكملة للجزئية اللي فاتت. إحنا وقفنا لمكونات الإشارة الخاصة بالأقمار الصناعية، وقلت بعد ما أديت مقدمة على جي إن إس إس قلت هختص بالجي بي إس كأشهر نظام لتحديد المواقع باستخدام الأقمار الصناعية. قلنا الإشارة فيها موجات حاملة وفيها أكواد وفيها حاجة اسمها النافيجيشن مسج، وعرفنا كده دور كل واحدة فيهم إيه. الـ L1 والـ L2 دي موجات حاملة القوية اللي بتقدر إنها بتصل إلى الرسيفر تحت. الأكواد دي بتعتبر حاجات ضعيفة، لو اتلخت لوحديها مش هتصل، فبتتحمل على الـ L1 والـ L2. وقلنا دور النافيجيشن مسج اللي من ضمن الحاجات اللي بتتبعت فيها هي عبارة عن القمر الصناعي ده لما بعت الإشارة كان الإحداثيات بتاعته كام وتوقيت صدور الإشارة من القمر الصناعي. وقلنا فيه طبعا موجات جديدة ظهرت، على سبيل المثال قلت عليها إن هي الـ L5 اللي بيسموها Modernized Signals. طبعا كلامي هيبقى على الـ L1 والـ L2 والـ P والـ Course Acquisition اللي هي اللي بتعتبر الـ المكونات التقليدية، يعني هكمل بيها. طيب إيه الجديد بقى النهاردة؟ في موضوع اللي هو types of GPS observables، بس أنا عاوز أقف كده عند كلمة observable دي أفهمها هي عبارة عن إيه، وإيه الفرق ما بينها وما بين observation في المراجع الخاصة بالجي إن إس إس. هو الناس المؤلفين أو المختصين بالموضوع قال لك إن كلمة observable دي يعني الحاجة اللي بتترصد، ده من وجهة نظرهم، أما كلمة observation فهي عملية الرصد نفسها، فعشان كده بتلاقي مصطلح observable مش observation. ولكن observable أو الobservation اللي هي أكنها measurement اللي هي عملية الرصد أو القياس نفسها. أما الobservable فهي عبارة عن الحاجة اللي أنا بقيسها، الكمية المقاسة نفسها. طيب دي كده حاجة لغوية بس العلم بالشيء. إحنا عندنا دلوقتي بالنسبة للobservables أو الحاجات اللي بتقاس أو الحاجات اللي بتحدد لي تحديدًا المسافة ما بين القمر الصناعي فوق وما بين المستقبل تحت. طبعًا المسافة دي لو أنتم فاكرينها كنا بنستخدمها عشان الأربع معادلات في الأربع مجاهيل دول، لو تفتكروها RA1T اللي هي المسافة من القمر الصناعي إيه، أو آسف من القمر الصناعي واحد لحد النقطة إيه اللي أنا واقف عليها بالمستقبل أو بالرسيفر في الزمن T. طب المسافة دي بتتحدد إزاي؟ نرجع بقى للجزئية بتاعت النهاردة بطريقتين. الطريقة الأولية حاجة اسمها the pseudo range code observable. الحاجة التانية المسافة دي بتتحدد عن طريق حاجة اسمها الـ carrier phase observable. كده عندي طريقتين، the pseudo range بين قوسين code observable، يعني أنا هحدد المسافة من القمر الصناعي فوق لحد الرسيفر تحت اعتمادا على الأكواد، هنقول هي الـ P code والـ course acquisition اللي هي C على A. كويس؟ طيب الفكرة الأساسية بتاعتها هي يا باشمهندسين، الفكرة الأساسية دلوقتي أنا عندي إشارة انطلقت من القمر الصناعي في الزمن T وصلت لحد الرسيفر، عاوزين نعرف إزاي المسافة دي بتتحسب أو المسافة دي بتحدد إزاي. المسافة دي ببساطة شديدة بتحدد اعتمادا ما هنا على الساعات، مش احنا عندنا في ساعة ذرية اتوميك كلوك موجودة في القمر الصناعي فوق، وقلنا
ان النافيجيشن مسج اللي بتتبعت من ضمن مكونات الاشاره بيبقى فيها زمن صدور الموجه، الاجابه اه. طيب حلو، وصلت الاشاره الحمد لله الى الريسيفر في الاسفل او الى المستقبل في الاسفل. ايه اللي بيحصل؟ ما في عندنا ساعه تانيه، ساعه كوارتز موجوده في المستقبل او في الريسيفر، بيقول لك الاشاره دي دخلت امتى؟ فبقى عندي زمنين، زمن الصدور وزمن الوصول. لو طرح الزمنين من بعض هيطلع لك الفترة الزمنية الفاصلة ما بين الموجة انطلقت امتى لحد ما الموجة وصلت امتى. مع معرفة السرعة بتاعت الموجة، لو هضرب فرق الزمن مضروبة في سرعة الموجة اللي هي سرعة الضوء 300 ألف كيلومتر في الثانية تقريبا، هي مش بالظبط 300 ألف، هي 200 يعني مش بالظبط 300 ألف يعني، بيقدر الـ هنا الـ الجهاز يقول لك أو يعرف المسافة دي بتساوي كام. بس نخلي بالنا من حاجة، لو احنا فاكرين احنا قلنا دلوقتي كان عندي مشكلة كبيرة في الساعات اللي هي الجزئية دي، سي في دلتا سيجما، سي اللي هي سرعة الموجة في دلتا سيجما اللي هو خطأ الساعة اللي موجودة في الريسيفر أو في المستقبل نظرا لعدم دقتها، فكانت بتعامل معاملة مجهول رابع لو تفتكروا، وقعدت حتى شرحتها بثلاث طرق مختلفة المرة اللي فاتت بحيث إنها توصل، وأتمنى إنها تكون وصلت. طيب المعادلة بقى، المعادلة طبعا احنا المعادلة دي كده للفهم يعني ما عليهاش مسائل ولا حاجة. المعادلة اهي بيقول لك بي ار بتساوي بي زائد سي في دلتا سيجما زائد سيجما ايرور. دي كده المعادلة بتاعت البسودو رينج اوبزرفابل او المسافة المحسوبة اعتمادا على الاكواد سواء كان البي كود او الكورس اكوزيشن. طبعا البي كود بيبقى ادق من الكورس اكوزيشن في ايجاد المسافة، ولكن المسافة دي رغم من الدقة اللي فيها بس فيها اخطاء، وهذه الأخطاء بتأثر لي في قيمة المسافة المعينة ما بين القمر الصناعي فوق والمستقبل في الأسفل، وبالتالي هتأثر لي على الإحداثيات الناتجة الخاصة بالنقطة المحتلة. عاوز أفهم كده، عاوز أفهم كده المعادلة دي عبارة عن إيه؟ PR، PR ده اللي هو ايه؟ The measured pseudo range، يعني ده كده المسافة المتعينة أو اللي المسافة ما بين القمر الصناعي وما بين المستقبل المتعينة فعليا. بس هل دي مسافة مظبوطة 100%؟ لا. تعال نشوف التفريدة بتاعتها بقى، بتساوي P. ايه P دي؟ مكتوب عندك هنا ايه؟ The true range، يعني المسافة الفعلية المضبوطة الخالية من الأخطاء تماما. ليه بتساوي ايه يا باشمهندس؟ بتساوي الجذر التربيعي بفروع الإحداثيات الثلاثة الكارتيزية ما بين القمر الصناعي اللي بعت وما بين الريسيفر اللي واقف. بس المشكلة إن البسودو رينج ما بتساويش المسافة الفعلية دي بالظبط، لا ده في لسه مجموعة أخطاء تانية موجودة. أشهر خطأ فيها على الإطلاق هو خطأ الساعة الخاصة بالإيه؟ بالرسيفر أو المستقبل هو سي في دلتا سيجما. بس إحنا عرفنا نتغلب على هذه المشكلة إزاي، إن إحنا ندخلها كمجهول رابع. ماشي؟ زائد مجموعة أخطاء أخرى. في أخطاء تانية بتأثر لي على الإشارة اللي جاية من القمر لحد الريسيفر تحت، هذه الأخطاء بتخلي إن في غلط في المسافة، وبالتالي يديك الإحداثيات بتاعت النقطة اللي أنت واقف عليها مش مظبوطة. طب إيه هي الأخطاء دي؟ لسه جاية قدام. خلاص؟ طيب ده كده بالنسبة لأول نوع من انواع الاوبزرفابلز او من انواع الرينجز اللي بتحدد عن طريق الكود، اللي بفكرته هو عن طريق ان انا اشوف يعني الموجه صدرت امتى والموجه
وصلت للمستقبل امتى. في اي سؤال في الجزئيه دي؟ ننتقل للجزئية الثانية الخاصة بالكارير فيز اوبزرفبل، يعني هنا المسافة هتتحدد اعتمادا على الموجات الحاملة، يعني الموجة الحاملة زي ما قلت المرة اللي فاتت هي مش وظيفتها فقط نقل الأكواد وإيصالها للمستقبل، ولكن برضو ممكن استخدمها في إيجاد المسافة من القمر فوق لحد المستقبل في الأسفل أهو. بس هيتحدد إزاي بقى المسافة دي؟ هنشوف هتتحدد إزاي. ده كده الشكل الخاص بالكارير. كارير زي ما أنا قلت المرة اللي فاتت هي عبارة عن موجة كهرومغناطيسية واخدة شكل الساين ويف، دالة الجيم. موجة عمالة تتكرر والطول الموجي بتاعها نظريا بيعتبر ثابت حوالي 19 سنتي L1 و24 سنتي L2 لو انتوا فاكرين. عاوز اقول لكم كمان ان لو انا مش انا يعني الجهاز او البرنامج او اي ما يكون لو قدر ان هو يحدد المسافة ما بين القمر وما بين المستقبل اعتمادا على الكارير او الموجات الحاملة، الموضوع لحساب المسافة هنا بيبقى ادق من استخدامنا للكود. فادق من استخدامنا للكود. طب انا عاوز اعرف بقى هنا هل بيعتمد اعتماد مباشر على يشوف زمن صدور الموجة وزمن وصول الموجة؟ الاجابة لا، ما بيعتمدش على الكلام ده اعتمادا مباشرا. امال بيعتمد على ايه بقى؟ لا، على فكره تانية خالص. لو احنا قلنا دلوقتي يا باشمهندسين ان الموجه الحامله انا هجيب المسافه ما بين القمر وما بين المستقبل اعتمادا على الموجه الحامله L1 الطول الموجي بتاعها معروف، وليكن مثلا 19 سنتي او 19 وشويه، بس اقول 19 مجازا يعني. لو قدر الجهاز او قدر البرنامج اللي بيحل يعرف عدد الموجات من اول لما صدرت من القمر فوق لحد ما وصلت للرسيفر في الاسفل، ويضرب بقى عدد الموجات دي هي في الطول الموجي اللي هو مثلا L1 19 او L2 24.4 سنتي، يبقى الموضوع نظريا خلص. يبقى عدد الموجات من صدور الموجة توصلها مضروبة في الطول الموجي، كده انا جبت الرينج او الكارير فيز اوبزرفابل بتوين ساتلايت 1 اند ريسيفر موجود عندي. بس الموضوع مش بالبساطة دي، دي كده الفكرة الأساسية بتاعتها. في عندي مشكلتين. المشكلة الأولانية إن مش شرط يبقى عدد الموجات من صدورها لوصولها تبقى رقم صحيح، يعني مش لازم إيه مليون موجة، 500,000 موجة، 10,000 موجة، لأ، بيبقى فيها كسر. ممكن مثلا 5 مليون موجة وربع، 8 مليون موجة واتنين من عشرة. ففي عندي عدد صحيح وفي عندي كسر في الآخر، دي أول مشكلة عندي. المشكلة بقى التانية إن الموضوع بيبقى سهل في تقدير كسر الموجة، ولكن في صعوبة في عدد الموجات الكلية أو العدد الصحيح. يعني مثلا والجزئية دي يا ريت نفهمها من أول مرة، ريت الجزئية دي نفهمها من أول مرة، دي بتعتمد على فهم مش حفظ. لو القمر الصناعي رقم واحد ده بعت إشارة وكان عدد الموجات مثلا لـ L1 تحديدا، مثلا بقول مثلا على سبيل المثال 2 مليون موجة وربع،
قلت لك جهاز او البرنامج في الاول بيفهم هو في ربع موجة، بس الـ 8 مليون دول ولا الـ 2 مليون دول الصحيحين مش عارفهم. عشان كده بيظهر لي مشكلة اسمها الامبيجوتي ريزوليوشن او الامبيجوتي سوليوشن، اللي هي رمزت لها هنا بالرمز ان. ايه الامبيجوتي دي؟ الامبيجوتي دي هي عبارة عن عدد الموجات الصحيحة التي وصلت إلى المستقبل أو إلى الرسيفر من القمر الفلاني. هنقول بس عندي أنا مركز مع القمر واحد دلوقتي، وبعت لي الرسيفر عندي إيه؟ أنا عارف إن في 4 أقمار على الأقل بعتين إشارات، هاخد منهم واحد بس، واللي يصير على واحد منهم يصير على الباقي. بعت مثلا تاني 2 مليون موجة وربع، أول إشارة خالص كانت 2 مليون موجة وربع. ونخلي بالنا القمر الصناعي ده مش قاعد في مكانه، هو عمال بيتحرك في مدار بيزور النقطة كل 12 ساعة تقريبا، يرجع نفس النقطة في المدار كل 12 ساعة تقريبا، كويس؟ فعشان كده القمر الصناعي مش موجود في مكانه، بيتحرك وعمال يبعت إشارات عمال على بطال. أي رسيفر بقى مفتوح بيستقبل إشارة منه. نرجع للمشكلة تاني، أنا القمر الصناعي في أول إشارة لي، في أول بعت لي استقبلها الرسيفر ده أول لما أنا فتحته كان 2 مليون موجة وربع. الربع دي الموضوع سهل وبيتقدر، المشكلة في الـ 2 مليون موجة الصحيحين دول. هل دي أول وآخر إشارة هيبعتها القمر الصناعي للرسيفر اللي تحت؟ لأ، والرسيفر طول ما هو مفتوح عمال يستقبل إشارات، ما دام هو لقط القمر عمال يستقبل منه إشارات. طب الإشارة التانية لما جات له بقى، وركز معايا يا باشمهندس في الأرقام دي اهي عشان تفهم الجزئية دي. تاني إشارة استقبلها الرسيفر من نفس القمر ده كان 2 مليون موجة ومية وربع. عارفين القمر المنظومة هتفهم ايه من الـ 2 مليون ومية وربع موجة؟ هتفهم المية وربع موجة، وما يزال الـ 2 مليون لسه برضو مجهولين، لأن بيجي دي تعتبر مجهولة بالنسبة له. بعت الإشارة الثالثة كانت 2 مليون موجة و510 وتم. هيفهم أو الرسيفر هيفهم إيه الـ 510 وتم موجة، وما يزال الـ 2 مليون موجة اللي هي الأمبيجوتي تعتبر مجهولة. بعد فترة بنقدر إن إحنا نعرف قيمة الأمبيجوتي دي كامل، اللي هي الـN عدد الموجات. يبقى الأمبيجوتي تاني بشرحها المرة التانية، هي عبارة عن عدد الموجات الصحيحة من أول إشارة استقبلها الرسيفر من القمر الصناعي محل الدراسة أو محل الرصد نفسه. ماشي يا شباب، أتمنى الموضوع ده يكون مفهوم، وهقف هنا لو في حد عنده أي سؤال في جزئية الأمبيجتي دي. دكتور حضرتك محمد حسن اتفضل. محمد حسن قلت ايوه كرولوس، معلش كله يقفل الميكروفونات ما عدا محمد حسن، اتفضل يا محمد. دكتور حضرتك قلت ان انا دلوقتي بعد فتره بعرف الـ 2 مليون ديت، انا بعرفها ازاي برضه؟ ما فهمتش. خلي بالك مش انت مش 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 انت اللي بتعرفها، المنظومه نفسها اللي بتعرفها، او المستقبل اللي بيعرفه، او البرنامج بيعرفه على اساس طريقه الحل. لسه انا ما اقولش طريقه الحل وايجاد الاحداثيات بتتم ازاي، فلسه عندك جزئيه ما اتقالتلكش خلاص. بس هي لحد الوقت اللي انا عاوزه تكون عارفه ان في عندي مشكله اسمها الامبيجيتي، وتعريف الامبيجيتي ده هو عباره عن ايه.
تقدر تقول لي تعريف الامبيكتي ده عبارة عن ايه؟ ده اللي انا عاوزك تكون عارفه دلوقتي، لسه في تكملة في حتة الاخرى. اتفضل يا محمد. تمام، شكرا دكتور. مش شكرا، انا بسألك هنا، لا تعريف بقول لك نازل. الامبيكتي ده عبارة عن ايه؟ انا عاوز بس اعرف انت وصلتك ولا لا. هو المفروض هو العدد، الطول، عدد الموجات، بس مش الكسر. يعني اللي انا فهمته ان هي عدد الموجات بس مش اللي هو الرقم الكبير ده المفروض. مش الكسر، ماشي بس اللي هو كده. لا ما قلتش كده، ما قلتش كده، الإجابة هنا كده ناقصة. إجابة ناقصة. ده اللي فهمته، يعني اللي ده العدد اللي هو العدد اللي هو الكبير، المسافة اللي بتبقى، يعني هو يقدر يجيب مثلا 100 ومثلا وربع أو طن، بس ما يقدرش يجيب الكمية الكبيرة بتاعت العدد نفسه. طب واضح الجزئية دي، محتاج ان انا اشرحها تاني. ماشي، طيب نشوف محمود ايمن. ايوه محمود دكتور، مع ايمن حضرتك. اتفضل. بعد اذنك يا دكتور، الجزئيه بتاعت الكارير فيز دي كلها انا برضو يعني حاسس ان في حاجه واقعه مني ومش فاهمها قوي. يعني اللي قبليها فهمتها وكان الموضوع سهل شويه، لكن الموضوع اللي بيه ده حسيت ان هو معقد زياده عن اللزوم ومش فاهمه قوي. يعني حضرتك عدته مره واتنين، بس انا لحد دلوقتي برضو مش فاهمه. ماشي ماشي، حاضر. عمر، عمر كمال. يا دكتور، هو كنت عايز اللي هو الامبيجوتي ده هو العدد الصحيح اللي اتبعت اول مره، صح كده؟ يعني في اول موجه. حضرتك سامعني يا دكتور؟ بالظبط كده، ايوه سامعك. تقريبا انت بتقوله صح، بس انا كده هعيدها تاني، واضح لسه فيها مشكلة. كل سنة النقطة دي كده اكتر نقطة بتبقى محتاجة نوع من الايه، الشرح باكتر من اسلوب. شكرا. حاضر، هنعيد الجزئية بتاعت الكارير فيتس اوبزرفبل تاني. طب كرولوس ممدوح. اه دكتور، معلش يا دكتور لو حضرتك، انا كنت عايز برضو نفس الشرح بتاع الجزء ده، بس لو ينفع كتابة او الليزر يشتغل او اي حاجة، عشان بحس ان انا مش مفيش تواصل بين الشرح والكلام المكتوب او كده. طيب ماشي، حاضر. شكرا دكتور. العفو. تاني. دلوقتي أنا هنا في الجزئية بتاعت الكارير فيز اوبزرفبل أهو. إحنا قلنا دلوقتي إن إحنا عندنا الإشارة فيها كود وفيها فيز وفيها نافيجيشن مسج. المشكلة دلوقتي أنا عاوز أجيب، مش أنا يعني، عاوز أخلي الريسيفر أو أخلي البرنامج اللي بيحل على حسب أنا بحدد الإحداثيات إزاي، يعرف المسافة من الأمر الأولاني ده لحد الريسيفر تحت. شرحنا الكود وما كانش فيه مشكلة. عاوز أتكلم على كارير فيز. لو إحنا بصينا لشكل الموجة، الكارير شكلها عامل كده يا باشمهندسين أهو. إيه ده؟ ده بيسموها ساين ويف، أو عبارة عن موجة دالة الجيب. قمة قاع قمة قاع قمة قاع قمة قاع، وانت ماشي كده الطول الموجي. وده أنا شرحته المرة اللي فاتت، قلت لك هي عبارة عن المسافة ما بين قاعين متتاليين، ده الطول الموجي أهو. المسافة دي قد المسافة دي قد المسافة دي وهكذا، أو هي المسافة ما بين كل قمتين متتاليتين أهي. خلاص، بالنسبة لـ L1 الطول الموجي بتاعها تقريبا بيساوي 19 من 100 متر.
لو انا عرفت يا باشمهندس عدد الموجات من او عدد الموجات من مثلا ال1 اللي طلعت من القمر لحد ما وصلت للرسيفر تحت، قلت لك مليون موجه، عاوز اعرف المسافه بتساوي كام؟ هتقول الموضوع سهل خالص وبسيط، مليون مضروب في 19 من 100 متر هيطلع المسافة مثلا 190 ألف متر والموضوع خلص. لو قلت لك 2 مليون هيطلع المسافة 2 مليون موجة مضروبة في 19 متر، أنا شغال على L1 دلوقتي بحسب المسافة عن طريق L1، هيطلع المسافة بتساوي 380 ألف متر وهكذا. طبعا دي أرقام كده يعني تخمينية، فالموضوع نظريا سهل. ايه المشكلة دلوقتي؟ المشكلة دلوقتي في حاجة، حاجة الأولانية ان الرقم ما بيطلعش رقم صحيح، يعني ممكن على حظك ان الموجة او عدد الموجات ما يطلعش رقم صحيح، يطلع هقول نفس الأرقام بقى اللي كنت بقولها قبل كده، او لما فتحت الجهاز فالجهاز لقط القمر رقم 1 كان مليون موجة وربع، مع بعض كده كم موجة؟ مليون موجة وربع بتاعت L1. في عندنا رقم صحيح وفي رقم كسري، خلي بالك ده أول رصدة رصدها الجهاز من القمر الصناعي 1، واللي يصير على 1 يصير على بقية الأقمار اللي ملقوطة. كويس، ففي عندي رقم صحيح مليون وفي عندي كسر الموجة اللي هو الربع. طب في الأول خالص الجهاز ما بيقدرش يقول أو يحس بالمليون موجة الصحيحة دي، بيحس بإيه في أول رصد خالص؟ بيحس بربع الموجة فقط لا غير، وهو كده مسجل عنده أنا رصدت ربع موجة. طب المليون دي هيحسبها امتى؟ صح كده يا باشمهندسين؟ الإشارة التانية اللي جاية له كان مليون موجة ومية وربع. أنا دلوقتي في الإشارة الأولى المليون دي ما كانتش معروفة، صح؟ في الإشارة التانية اللي هي مليون ومية وربع موجة، الريسيفر بيحس بإيه بقى من المليون ومية وربع؟ هل بيحس بالربع بس؟ لا، ده بيحس بالمية وربع موجة. يعني إيه؟ يعني المليون ما تزال برضو مجهولة. هتقولي ما المية وربع موجة دي مش كسر، ده فيها مية صحيحة وربع كسر. ما أنا عارف، وعشان الامبيجيتي يتحل لازم يفضل رقم صحيح ما يتغيرش، فعشان كده اي تغير في عدد الموجات بعد الربع موجة في الحالة دي بيقدر يحس بيها. هتقولي مش فاهم، خد التالتة دي، الاشارة التالتة اللي مبعوثة من نفس القمر جات له مليون موجة وتلتمية ونص، هيفهم منها ايه يا باشمهندس او هيحس بايه؟ هيحس بالتلتمية ونص، وما يزال المليون اللي هي كانت الامبيجيتي مجهولة بالنسبة له. فعشان كده الامبيجيتي التعريف بتاعه هو عدد الموجات الصحيحة في الرصدة الاولى التي استقبلها المستقبل او الريسيفر من هذا الامر. في الرصدة الخمستاشر 2 مليون موجة ونص، الريسيفر هيفهم ايه من 2 مليون موجة ونص؟ هيفهم مليون موجة ونص، والمليون اللي هي الامبيجيتي ما تزال مجهولة. وصلك كده؟ اتمنى يكون الجزئية دي اتفهمت. فهم جدا. آه. جدا. الناس اللي كانت بتسأل كرولوس، تمام يا دكتور. تمام.
وفي عمر كمال. عمر يا عمر بطل لعب يا عمر، مش معايا عمر خالص. طيب خالد أشرف، اتفضل يا خالد. خالد أشرف مش سامع منه حاجة. محمود أيمن. أيوة دكتور مع حضرتك. اتفضل. ممكن بس من حضرتك آخر حتة قلتها اللي هي بتاعت الرصدة رقم 15 لما كانت تقريبا 3 مليون وي. في الرصدة الأولى فاكرها كانت كام يا باشمهندس؟ كانت مليون وربع. حلو قوي. في الرصدة ال 15 2 مليون ومية ونص، في مشكلة عندك؟ ده تمام. حلو. الجهاز بقى هيفهم ايه من الاتنين مليون موجة ومية ونص دول؟ هيفهم مليون ومية ونص، والمليون اللي هي بتاعت اول رصدة هي المجهولة، وده تعريف الامبيجتي. وصلت كده؟ يعني كده الجهاز لما مثلا بيخش له اديني اديني اي رقم انت من عندك انت كده، يعني في الرصدة ال 16 بقت كام كام موجة، اضرب لي اي رقم كده. يعني مثلا 3 مليون و200 الف. حلو. الجهاز هيفهم 2 مليون و200 الف والمليون لسه مجهوله، هو ده الامبيجتي. وصل كده؟ يعني هو بيشفت مليون من عنده، مش بيعمل شيفت او ازاحه، ده كده بالنسبه له مجهول. بعد كده هيعرفها بعد مرور وقت كده معين، هيقدر يحل ويجيب المليون دي، هيقدر ان هو يحددها. ماشي تمام يا دكتور. نقول برقم، نقول كده بمثال تالت، بلاش المليون ده، اول رصدك هتجيه 500 ونص، 500 ألف موجة ونص أول رصدة. الجهاز فهم إيه منها؟ نص موجة. تاني رصدة بقى 501 ألف وربع، هيفهم إيه منها؟ ألف وربع موجة هيفهمها، وال500 ألف بالنسبة له دي الأمبيجتي مجهولة. اللي بعديها الرصدة التالتة 503 3/4، هيفهم التلاتة والتلات أرباع وال500 ألف مجهولة. بعد فترة كده معينة يقدر ان هو يحل الامبيجتي ال 500 ألف، وفي هذه الحالة خلاص الموضوع خلص، يقدر ان هو ياخد من اي رصدة بقى، من اي رصدة عدد الموجات، ما خلاص عارف الامبيجتي اللي هو الان، يضربها في الطول الموجي وعنده كسر الموجة، والموضوع كده يعتبر خلص. ايه دكتور، هو انا كنت عندي سؤال، بس هو ليه اصلا ده بيحصل؟ يعني ايه اللي بيخلي الريسيفر ما يقراش يعني في اول مره ما يقراش الا الجزء الفراكشن بس؟ والله بصي، يعني انا يعني خلي بالك دلوقتي الجي ان اس اس او الجي بي اس ده عباره عن علم بتوزع ما بين جزئين، كهرباء واتصالات، وما بين اي حد بيستخدمه تاني. احنا دلوقتي احنا بنتكلم من وجهة النظر المساحية، خلاص. المشكلة دي بتحدث فين؟ اللي يكون خبير فيها اكتر مني انا الراجل بتاع الاتصالات، خلاص. ما اقدرش اديكي المعلومه هنا كامله بنسبه 100% وابقى مسؤول عنها بعد كده، تقول انت اصلا انت قلت لي الكلام ده وطلع مش مظبوط قوي. الحاجه الثانيه هنا احنا بنتكلم برضو عن مقدمه في الجي ان اس اس، لسه في عندنا مقرر تاني هنبدا نفصص بقى الحاجات دي بالتفصيل. اللي يهمني في الجزئيه دي في رابعة إن شاء الله هتلاقوا فيه حاجة خاصة بالجي ان اس اس مفصلة، بنبدأ نمسك حتة حتة فيها
ونتكلم عنها بالتفصيل، بقى الموضوع كله او المقرر كله تقريبا خاص بالجي ان اس اس فقط. خلاص تمام، شكرا لحضرتك يا دكتور. كرولوس دكتور، يعني كده ده ملوش علاقه بالتدخل البناء والهدام والحاجات دي، دي موجات في اوقات مختلفه صح؟ لا مش فاهم السؤال. يعني في الجزء بتاع اللي هو بيقرا الجزء الصحيح او بيمهل الصحيح وبيقرا الكسر، فده ملوش علاقه باللي هو مش بيهمل وبيقرا، انا هو بيفهم يعني وما بيفهمش. هو كده بياخد البيانات المتخزنة عنده، دخلها في معادلات حسابية، يقدر يعرف الامبيجيتي ده بيساوي كام. خلاص بيقدر يعرفها، بس ما بيعرفهاش من اول وتاني راس، ده لا بياخد وقت قبل ما بيتعرف ويفهم الموجة دي. خلاص، ودي مش دوري انا كراصد، لا ده هو يا الجهاز يا اما البرنامج بتاع الحل زي ما قلت لزميلتك او لزميلك قبل كده. تمام خلاص طيب، اتمنى الموضوع ده يكون اللي هو الخاص بالامبيجتي، يعني افهم كلمه او مصطلح امبيجتي ده يعني ايه، اتمنى يكون وصل للناس. تعالى ما نشوف المعادله، المعادله شكلها كده مريب شويه، بس ده اللي موجود في المراجع. باي بتساوي بي زائد سي في دلتا سيجما ناقص لاندا في ان زائد سيجما الايرور. نبدا من اللي عارفينه اللي احنا مش عارفينه. خلي بالك برضو على الرغم من ان الرينج او المسافه في القمر لحد المستقبل تحت بتبقى أدق من إن أنا لو جبتها عن طريق الكود، ولكن ما يزال يوجد مجموعة من الأخطاء موجودة في الرينج أو في المسافة دي، وهذه الأخطاء زي ما قلت لك هنعرفها قدام بالتفصيل إيه هي الأخطاء وإزاي نقدر نعالجها أو نقلل من تأثيرها. طيب، وسي في دلتا سيجما أهي، سي في دلتا سيجما اللي هي سي بتساوي سرعة الموجة مضروب في دلتا سيجما اللي هو عبارة عن الخطأ بتاع الساعة بتاعة الرسيفر أو المستقبل. طبعا الناس هنا هتبدأ تعترض، من شوية بتقول لنا عدد الموجات، إيه اللي دخل الساعة بتاعة الرسيفر في الموضوع؟ احنا ما بنقولش زمن صدور ناقص زمن وصول مضروبة في سرعة الموجة. الموضوع من ضمن الحاجات او من ضمن الطرق لحل امبيجيتي ان احنا بنستخدم الكود بطريقه غير مباشره في ايجاد الان اللي هو الامبيجيتي ده، عشان كده ده بيعتبر ظهوره هنا ظهور صح مش غلط. خلاص، حل الامبيجيتي بيعتمد جزء منه على الكود في ان انا اجيب الان، بس مش اعتماد كلي. خلاص طيب، ايه بقى الفاي دي؟ الفاي ده اللي هو كسر الموجة. طب ايه ان دي؟ ده الامبيجيتي. ايه اللاندا دي؟ ده اللي هو طول الموجة. المفروض كده عشان المعادلة تبقى مستصغة ليكو، يقولك الرينج اللي هو بيساوي فاي اللي هو كسر الموجة زائد لاندا في ان. هو المراجع كلها كاتباها هنا، حطها الناحية التانية، حطها في الطرف الأيمن، إنما أنا من وجهة نظري بحب إن أنا أخليها فاي زائد لاندا في ان، هو ده الرينج وبيساوي بقية الرقعة اللي موجودة. فاي هو كسر الموجة أو الميجر كارير فيز اللي كانت ربع موجة في أول رصدة اللي هي 100 وربع موجة في تاني رصدة اللي هي 514.5 في تالت رصدة وهكذا، إنما الـ N دي ده الرقم الثابت اللي هو الأمبيجيتي وهو عدد الموجات الصحيحة من أول رصدة. طيب الـ P دي هي ما اختلفتش عن الـ P اللي كانت موجودة في
البسودو رينج اللي هي ده بيعتبر الرينج الصحيح أو المسافة الصحيحة ما بين القمر الصناعي وما بين المستقبل. خلاص. وسيجما إيرور دي زي ما قلت لك هي عبارة عن مجموعة الأخطاء اللي بتؤثر في المسافة المعينة. في حد عنده سؤال في الجزئية دي؟ أتمنى تكون الجزئية دي كده واضحة. أنا هستخدم أمبيجتي تاني هيظهر لي كده في جزئية قدام. فلو في حد لسه مش فاهم يعني إيه أمبيجتي نشرحها رابع، مفيش مشكلة. نكمل. ده كده اهو الشكل، يعني شكل مبسط قوي. ده كده الموجة. لو عرفنا كده عدد الموجات بقى بكسرها وصحيحها من اول القمر الصناعي لحد المستقبل في الاسفل، كده احنا جبنا الرينج. ماشي. طبعا الشكل ده عشان تفهموه كويس، ده مش بتاع اول رصد، ده مثلا رصد 3، رصد 4، رصد 5. الجزئية دي كان عدد الموجات بقى الكاملة بتاعت أول رصد خالص، اللي هي ده الأمبيجيتي، اللي هي الحتة اللي هنا دي كده. لما الجزئية التانية هو ما دون الأمبيجيتي. ماشي؟ بس دي طبعًا مش في أول رصد خالص، وإلا كنت هتلاقي الجزئية اللي مكتوب عليها الميجرد كان الجزء ده بس، حتة كده هنا. خلاص؟ GPS positioning techniques، كيفية أو الطرق المختلفة لتحديد المواقع. في عندي أسلوبين للرصد. في عندي الأسلوب الأولاني اسمه single point positioning، والأسلوب الثاني اسمه relative positioning. single point positioning و relative positioning. single point positioning ببساطة شديدة جدا، ببساطة شديدة ان انا بنزل بمستقبل واحد فقط لا غير، احدد الموقع اللي انا واقف فيه one receiver only، واحد بس. هتقولي ايه ده، هو ممكن انزل باكتر من receiver؟ الاجابة اه. هتقولي ليه، هقولك الاجابة بحثا عن الدقة. single point positioning انا هعين، أنا واقف على نقطة مش عارف إحداثيتها، وقفت عليها بالجهاز قال لي الإحداثيات بتاعتك كام؟ طبعا تقول لي ما حلو أو كويس. أقول لك طب أنت سألت نفسك سؤال، الدقة بتاعت الإحداثيات بتاعتك دي هل هي دقة عالية ولا منخفضة؟ الإجابة هي دقة منخفضة. ليه؟ لما أخش في الريلاتيف بوزيشننج أو الحل اللي بيسموه الحل النسبي، في الحالة دي هيجاوب على السؤال هو ليه single point positioning بيعتبر غير دقيق. من مميزات single point positioning السرعة والسهولة. انت نازل بجهاز واحد بس، فالموضوع سهل بسيط، واحد بس اللي بيشتغل، هتنجز الموضوع في وقت أقل، بمجهود أقل، بتكلفة أقل. ولكن على النقيض، على النقيض إيه؟ الدقة بتاعتك ما بتعتبرش عالية. single point positioning في صورته التقليدية الدقة بتاعته بتصل إلى البضع أمتار، يعني لما أقولك النقطة دي احساسها X كذا Y كذا Z كذا، فهي مشكوك في أمرها في حدود البضع أمتار. ممكن يكون أنت واقف على نقطة ومديك إحداثيتها، بس لا أنت على بعد مثلا 3-4 متر من المكان الصحيح بتاعها. ظهر مؤخرا قريب، يعني في خلال 10-15 سنة اللي فاتوا، نوع أو حالة خاصة من single point positioning، بنزل بريسيفر واحد بس. الشكل هو هو ريسيفر واحد بس، لقط أربع تقمار على الأقل وجاب الإحساس بتاعته. ففي حالة خاصة من single point positioning اسمها precise
point positioning. دي بتعتبر أدق من single point positioning. يصل دقتها وبترتفع دقتها من بضع أمتار إلى بضع ديسيمترات. مشكوك في أمرها نص متر، 30 سنتي، 70 سنتي. فطبعا دي بتعتبر أكثر دقة. ولكن علشان أقدر إن أنا أصل إلى هذه الدقة اللي هي بضع ديسيمترات في أو باستخدام جهاز واحد فقط، الكلام ده بيحتاج إلى حاجات إضافية هنذكرها إن شاء الله قدام كمان شوية. لا بريسايز بوينت بوزيشنج هو مش جهاز بس، لا جهاز وحاجات تكملة على الجهاز هنقولها قدام. طيب ايه ريلاتيف بوينت بوزيشنج او ريلاتيف بوزيشنج؟ اسف، ريلاتيف بوزيشنج ان انا دلوقتي مش هنزل بجهاز واحد بس، لا هنزل بجهازين على الاقل او بثلاث اجهزين اكتر من جهاز. احد هذه الاجهزه ريلاتيف بوزيشنج، احد هذه الاجهزه بيبقى واقف على نقطه معلومه الاحداثيات. نقطه ايه يا باشمهندسين؟ معلومه الاحداثيات. تقول انت واقف عليها ليه؟ ما انا عشان اوصل الدقة العالية. انا عندي نقطة A ونقطة B. النقطة A عارف احداثياتها X, Y, Z. النقطة B مش عارف احداثياتها خالص. وبحاول المسافة ما بين النقطتين ما تكونش كبيرة قوي بقدر امكان. مش قصدي بقى 10 متر، لا انت ممكن 20 كيلو 30 كيلو 50 كيلو 70 كيلو. جميل. يعني ما بيفضلش مثلا المسافه تكون مثلا 3 4000 كيلو. ليه؟ ان انا عاوز اخلي الاقمار اللي بتترصد من النقطه الاولى معلومه الاحداثيات، والاقمار اللي بتترصد من النقطه المجهوله اللي هي مش معلومه الاحداثيات بقدر امكان تبقى الاقمار واحدة. اللي بيترصد من هنا هو اللي بيترصد من هنا. الشكل ده كده بيقولك أنا عندي دلوقتي في أربع أقمار موجودين فوق مرصودين من النقطة المعلومة ومن النقطة المجهولة. ده هيحسن من الدقة قوي. فملخص اللي أنا قلته في الدقيقتين اللي فاتوا، أنا عندي نقطة معلومة ونزلت برسيفر تاني وقفته على نقطة مجهولة وبحاول بقدر إمكان إن الإقمار اللي ملقوطة من هنا هي نفسها المرصودة من الناحية التانية عن طريق ما كبرش قوي ما يعرف باسم البيز لاين أو المسافة الفاصلة ما بين المحطتين دول أو النقطتين دول. طيب ايه اللي هيحصل يا باشمهندس؟ طبعا لازم الريسيفر الاولاني اللي واقف على النقطه المجهوله والريسيفر الثاني واقف على النقطه المعلومه، الاثنين دول لازم وحتما ولابد يشتغلوا مع بعض. بخلي الظروف الرصد تقريبا واحده، بخلي الاقمار اللي بتترصد من الريسيفرين او المستقبلين موحده، وفي نفس الوقت الريسيفر ده والريسيفر ده الاثنين شغالين متزامنين. ولعت ده الثاني يتولع. خليت تقريبا الظروف موحده بتاعه الرصد كده. انا هقدر ان انا اصل الى دقة عالية جدا قد تصل إلى دقة المليمترات. يبقى تاني relative positioning، بقف على نقطة معلومة الإحداثيات والريسيفر التاني على النقطة بقى اللي أنا نازل بجد عاوز أجيب إحداثياتها. أشغل الاتنين مع بعض الريسيفرين. المسافة كلما صغرت ما بين الريسيفرين كلما كان ذلك أفضل، علشان أكون برصد نفس الإقمار من الاثنين ريسيفر. طبعا التعقيدات دي
هتقولي ما هو وقت ومجهود وتكلفة، هقولك ما على النقيض انت كده حسنت الدقة من البضع أمتار أو بضع ديسيمترات إلى البضع ملي مترات. هتقولي هو في أصلا في المساحة تطبيقات، التطبيقات دي هي بتحتاج المليمترات؟ هقولك اه، أنا عندنا في على السد العالي تحديدا في مستقبلات أقمار صناعية، بحيث لو حصل أي حاجة في السد ملي ولا أي حاجة يقدر يحس بيها. تمام؟ فطبعا احنا بنحتاج لدقة المليمترات في الأعمال شديدة الدقة زي السد العالي على سبيل المثال. طيب ايه الحكمة دلوقتي ان انا اقف على نقطة معلومة الاحداثيات؟ احنا عارفين من السنجل بوينت بوزيشننج، انا قلت لك دلوقتي لو اشتغلت بالسنجل بوينت بوزيشننج فالدقة بتبقى بضع امتار، صح؟ الاجابة صح. دلوقتي انا حطيت ريسيفر عند النقطة معلومة الاحداثيات، انا عارف احداثياتها ومع ذلك حطيت لها ريسيفر. الاحداثيات بتاعتها، الاحداثيات بتاعتها فيها مشكلة، وليكن مثلا هي كريسيفر واحد بس فيها مثلا 3-4 متر غلط، بس انا عرفت حد 3-4 متر بس، هقول مثلا على سبيل المثال النقطة اللي انا واقف عليها اللي انا عارف احداثياتها 1000 و1000 و1000 على سبيل المثال. لما انا استخدمت الريسيفر وقفته عليها كان الاحداثيات بتاعتها طلعت 1000 متر و1002 متر و1003 متر، يعني في خطا بتاعتها متر، والخطا في الواي بتاعتها 2 متر، والخطا في الزد بتاعتها 3 متر. طب ده جاي نتيجه ايه يا باشمهندس؟ نتيجه الاخطاء اللي موجوده في المسافات من القمر الصناعي لحد الريسيفر. بس انا مش الريسيفر الانون او المجهول ده مش راصد نفس الاقمار والمسافه ما بين الريسيفر الاولاني للتاني قريبه، فتقريبا ظروف الرصد موحده، فعشان كده بنقول يبقى الخطا اللي موجود في الريسيفر او في النقطه اللي انا عارف احداثيتها هو اكس فيها خطا متر، واي فيها خطا 2 متر، وزد فيها خطا 3 متر، هيبقى هو تقريبا نفس الخطأ اللي موجود في النقطة المجهولة أو الأنون. في الحالة دي هنروح نقول لما نيجي نحسب الإحداثي بتاعها، خلي بالك أنا في عندي خطأ في الإكس كذا وخطأ في الواي كذا وخطأ في الزد كذا، فالموضوع نلاقي إن الإحداثيات بتاعت النقطة المجهولة تطلع تكاد تكون مظبوطة ولسه فيها برضو بعض الأخطاء. ماشي يا شباب، نقف هنا شوية واسمع أسئلة. أحمد سيد. دلوقتي حضرتك يا دكتور أنا عرفت إزاي إن هو راصد الأربع نفس الأربع أقمار. تاني معلش. أنا عرفت إزاي إن هو راصد نفس الأربع أقمار، يعني في الحالة ديت أنا مش عارف إزاي، يعني عرفت إن هما نفس الأربع أقمار اللي أنا موجه عليهم هنا وهنا. بص يا باشمهندس، انت دلوقتي خلي بالك انت مش بتوجه على حاجة، انت مش بتوجه على حاجة، انت بتولع الجهاز وبتقعد جنبه بس كنوع من الحراسة والتأمين للجهاز. انت خلي بالك انا قلت لك ايه؟ قلت لك ما تحاولش انك انت تزود المسافة ما بين الريسيفر اللي انت واقف عليه معلوم الاحداثيات والنقطة المجهولة، كلما كانت المسافة قريبة انت بتضمن تماما ان نفس الاقمار اللي هنا هي نفس الاقمار اللي هنا. انا كنا شغالين مثلا على مشروع مثلا 70 و80 كيلو فرق، واخد بالك، ونفس الاقمار هنا هي نفس الاقمار هنا. خلي بالك القمر اللي فوق ده فوق راسك مسافة 20200 كيلو، فيترصد عادي خالص، انت ما تتخضش من مسافة 70 كيلو ما بين رسيفر ورسيفر، تعتبر مسافة صغيرة مش كبيرة يعني، واخد بالك.
انما بيحصل بقى لما مثلا بنخش بقى لمسافة الالف كيلو و800 كيلو والالفين كيلو، هنا نبدأ نخاف ان ممكن الاقمار اللي هنا ما تبقاش هي كلها الاقمار هنا مرصودة في نفس الوقت، عبال ما الاقمار دي هي اللي عند الريسيفر الاولاني تروح للتاني تكون اختفت من الاولاني. دي كده تقدر برضو تعرفها من سوفت وير مخصص بقى يقول لك انت دلوقتي لو انت عاوز ترصد مثلا القمر، عاوز ترصد النقطة الأولانية دي والنقطة التانية دي، بتحدد مكانهم بالتقريب هم فين، يطلع لك يقول لك الأقمار اللي ممكن ترصدها هنا وهنا والتوقيتات بتاعتها. بس طبعا من الخبرة لما تشتغل مرة واثنين وثلاثة يبقى انت عندك الخبرة، تبقى عارف انت شغال على مسافة بينية قد ايه، تقدر تعرف اذا كانت هذه المسافه البينيه تضمن لك انك انت ترصد نفس الاقمار هنا وهنا في نفس التوقيت، 70 كيلو 80 كيلو 100 كيلو 150 كيلو، انا بقول لك هترصد هنا وهنا. بس بشرط ايه يا باشمهندس؟ بشرط السماء تكون مفتوحه، ما تجيش تحط لي الريسيفر تحت الشجره وتقول لي اصل انا كنت شغال مسافة بينية 5 كيلو والأقمار اللي هنا ما ظهرتش هنا. أقول لك أنت قاطع الإشارة بإيدك عن طريق حاطتها أو حاطط الريسيفر تحت حاجة بتمنع الإشارة إنها توصل. وصل كده يا باشمهندس ولا عاوز إجابة إضافية؟ لا تمام، وصل كده يا دكتور، شكرا لحضرتك. محمد حسن صلاح. بالنسبه يا دكتور حسن انا اقدر اخلي الجهازين يشتغلوا في نفس الوقت؟ ايوه يا دكتور سامعني؟ ايه يا ريس؟ سامعك. أيوة. كويس. بالنسبه ان انا اقدر اخلي الجهازين يشتغلوا في نفس الوقت او يفصلوا في نفس الوقت، فدي ازاي اقدر اعملها؟ هرد عليك بقى واقول لك ادي اهميه التليفون المحمول، احنا عمالين شغالين واتساب نقعد نغش في الامتحان، هو دي اهميه التليفون. هنا بتبدا انت، يا ابني وصلت الموقع؟ ظبطت افقيه؟ ادوس على زرار الباور؟ لا استنى شويه عشان لسه ما خلصتش عندي. طب انا كده جاهز، ادوس زرار باور؟ ادوس. انا دوست وانا دوست، خلاص كده الاثنين اشتغلوا مع بعض. طب كمان ساعة هكلمك عشان اقول لك نطفي الجهازين مع بعض. بعد الساعة الو، ايوه يا ابني الجهاز اخباره ايه؟ شغال. طب افصل بقى من عندك. انا فصلت وانا فصلت، يلا نتقابل في المكتب عشان ناخد البيانات. السلام عليكم. وعليكم السلام. او عن طريق لاسلكي لو انت شغال في 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 يعني مسافات صغيرة 4 كيلو 5 كيلو 3 كيلو في لاسلكيات، بس تاخد تصريح يعني من الجهات الامنيه انك انت تستخدم اللاسلكي ده الاول، وفي الحاله دي بتنسق عن طريق الايه؟ اللاسلكي. خلاص؟ فالموضوع اسهل مما تتخيل. يعني هو مش لازما في نفس اللحظه، يعني ممكن مثلا استنى ثانيه في فرق ثانيه. لا، انت لو سؤالك انك انت لو جال يا ريس، لا ما هي دقيقه دقيقتين عادي، ايه اللي فيها؟ ما انت دلوقتي عاوز ترصد لمدة مثلا ساعة مشترك، واخد بالك؟ فبنأمن نفسنا بقى، فاحنا بنأمن نفسنا عشان الدقيقة والثانية والثانيتين دول بنعمل ايه؟ بدل ما اقوله هنرصد ساعة بقوله هنرصد ساعة وربع، بحيث لو هو اتأخر عني دقيقة ولا دقيقتين فأنا مأمن نفسي بربع ساعة. وصلت كده؟ إنما سؤالك لو أنت بتسأل لو أنا فتحت بعديه بثانية ولا قبليه بثانية، عادي خالص. المهم يكون في زمن مشترك للرصد المتفق عليه. عاوز نص ساعة أمن نفسك ب 35 36 دقيقة، عادي خالص. الست دقايق دول يضمنوا لك 30 دقيقة على الأقل مشتركين. جم 31 دقيقة خير وبركة. كلما زادت فترة الرصد في الرصد اللي هو النسبي أو ريلاتيف بوزيشننج ده، كلما كان أفضل والدقة بتبقى أعلى. تمام كده؟ تمام جدا يا دكتور، شكرا جدا. العفو.
هنا بقى دي الجزئية اللي بدأت تتسائل فيها، قلت لكم هيجي وقتها. types of GPS solution، المنظومة نفسها بقدر أجيب الإحداثيات إزاي؟ يعني خلاص بقى عندنا رينج وعرفنا الرينج ده بيتحدد إزاي، سواء بالكود أو بالفيزياء، اللي هي المسافة من القمر للرصيف. وعرفنا relative positioning و single point positioning، بس السؤال بقى الاكس والواي والزد دول بتوع النقطة بيجابوا ازاي؟ في عندي طريقتين لإيجاد الإحداثيات الخاصة بالنقطة المحتملة. الطريقة الأولى اسمها real time solution، والطريقة الثانية اسمها البوست بروسيسنج سوليوشن. بوست بروسيسنج سوليوشن اللي هو الحل اللحظي والحل اللاحق. يعني في حلين دلوقتي، في عاوز الإحداثيات في التو اللحظة موجود، عاوز الإحداثيات بعد فترة زمنية برضو موجود. لكل واحدة ليها ميزتها وليها عيبها. ريال تايم، انا حتى ممكن اسال سؤال كده للشباب من غير ما ادخل في تفاصيل دلوقتي، الحل اللحظي هو الادق ولا الحل اللاحق؟ بالتخمين بتاعكم كده من قبل ما اللاحق اتكلم، ايه ده وايه ده؟ ها اكيد اللاحق، مش عارف اللاحق. اللاحق عشان على وقت نعمل حسابات اكتر اظن، واللاحق عشان هو بيأكد على قبله إذا كان صح ولا فيه إيرور بينه. طيب واضح كده من مشاركاته، من مشاركاتكو يعني إن 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 يعني في الحس الهندسي عندكو كويس جدا. فعلا هو الحل اللاحق، وخاصة الباشمهندس اللي ما عرفش اسمه اللي سأل عشان ما رفعش إيده قال إن أنا لو عندي خطأ. كويس جدا، كل إجابات دي إجابات تسعدني. فعلا هو الحل اللاقب، الحل اللاحق بيعتبر هو الافضل من الحل اللي هو اللحظي، بيسمى post processing. طب نشوف ايه الحل اللحظي والحل اللاحق. الحل اللحظي هو ان انا اجيب الاحداث او الاحصل، مش اجيب، مش احصل، ما بعملش اي حاجه خالص يا جماعه، ان انا احصل على الاحداثيات بتاعت النقطه اللي انا واقف عليها في نفس اللحظه. عمال يرصد يطلع لي على الشاشة يقول لي احداثيات X Y Z بتساوي كام. أما بالنسبة للحل اللاحق فأنا بسجل الأرصاد عندي، بتتسجل على الذاكرة أو الميموري بتاعت الرسيفر أو المستقبل، وبعد كده بروح المكتب أخد الأرصاد دي أنزلها على الكمبيوتر، وعن طريق برنامج مخصص للجي بي اس، في عندنا مليون برنامج بيحل الكلام ده، بس طبعا الحاجات دي بتبقى اغلبيتها بفلوس. ماشي، انت لما تشتري الجهاز الريسيفر نفسه من الشركه بيديك سوفت وير او البرنامج بتاع الحل اللاحق بتاعه. كويس، طبعا ده مش مفتوح لاي حد، مش نسخه واحده بيقعد يلف، لا ليها دونجل وليها شفرات، يعني بحيث ما حدش يستخدمها الا اللي فعلا شاري الجهاز. حتى كراك والحاجات دي ما بينفعش معاها، حتى لو نفع بيديك برضو حلول قاطعه. فطبعا الحل اللحظي بيعتمد، هي الاشاره اللي نازله لك دي كام، يروح حالل ومطلع لك على الشاشه بتساوي كام. حتى انت ممكن تبقى واقف وحاطط الجهاز ما بيتحركش، وتلاقي الاحداثيات عماله تتغير، تقول ايه ده وايه اللي بيحصل ده، في ايه؟ هو مش في ايه ولا حاجه، واحنا عارفين ان الرينج اللي بيحسبه الجهاز فيه اخطاء. الحل اللحظي ما بيقدرش يتغلب على الاخطاء كلها، حتى في الاجهزه الاكثر ده.
فبالتالي بتلاقي ان نفس النقطه هي اللي انت واقف عليها بالجهاز الاحداثي بتاعها عمال يتغير مش بيتغير يعني كتير، بتلاقي مثلا بيلعب له في حدود المتر 2 متر نص متر، بتلاقي عمال يلعب معاك. ليه؟ هو بيعتمد على الاربع خمس اشارات نزلت له حلها واداك النتيجه، جات له خمس اشارات غيره حلها واداك النتيجه، خمس اشارات بعديه حلها واداك النتيجه. فميزه الحل اللحظي بيديك النتيجه وانت واقف في مكانك. طب عيبه الدقه المنخفضه. طب الحل اللاحق زي ما قلت لك هو عمال رصد اول اربع اقمار، رصدهم وخزنهم عنده، وانت عارف طبعا ان لازم يكون الريسيفر شايف اربع اقمار على الاقل. انت قاعد لمده مثلا ساعة وبتقول للجهاز خد لي، والنبي يا جهاز انت اللي بتحدد الكلام ده، تقول له خد لي رصد كل مثلا 10 ثواني، يبقى في الدقيقة انا باخد كام رصد او كام حزمة ارصاد؟ باخد في الدقيقة لو انا ظبطه ان هو يرصد كل 10 ثواني، يبقى في الدقيقة 6 مرات بيرصد، كل مرة في 4 تقمار على الاقل، يبقى في الساعة كام؟ 66، عندي 360 حزمة أرصاد أقدر إن أنا أعرف الإحداثيات بتاعتهم كام. أروح واخد ال 360 حزمة أرصاد دي حاططها على البرنامج اللي بيحل، يروح اعتمادا على ال 360 مرة يروح جايب لي الإحداثيات بتاعت الجهاز بتساوي كام. وطبعا الحل اللاحق بيبقى أفضل وأدق بكتير. زائد في مميزات أخرى في الحل اللاحق، أنت خلي بالك أنت مش بتولع الجهاز وخلاص، لا أنت في مدخلات برضو بتدخلها، من ضمنها إيه يا باشمهندس؟ من ضمنها ارتفاع الرسيفر على وش الأرض، بتحط الرسيفر على الحامل الثلاثي، أنا بتكلم على الرسيفرات المستخدمة في الإيه؟ في المساحة، أحطه على حامل ثلاثي. ولو انت شغال relative point positioning او relative positioning، مش انا بقولك انا بقف على نقطة معلومة، من ضمن الحاجات اللي بدخلها بقوله النقطة دي خلي بالك انت معلومة واحداثياتها اكتب كذا واي كذا وزد كذا، فدي كلها مدخلات بتقدر لو انت غلطت في النقطة. انت قست ارتفاع الجهاز 1.87 رحت مدخله في الجهاز 1.78، لما تيجي تروح المكتب تبص على المدخلات اللي انت دخلتها لقيتك مدخل مدخل غلط، تقدر تعدلها على البرنامج اللي بيحل، وبعد كده تبدأ عملية اللي هو البروسيسنج او ران للبرنامج، يروح مطلع لك الاحداثي بتاعت النقطة بتساوي كام. بس طبعا الحل اللاحق رغم ان طبعا اكثر دقة وكل حاجة، بس محتاج يكون عندي برنامج، محتاج يكون عندي رسيفر مواصفات خاصة، وبياخد وقت عبال ما اطلع بالنتيجة اللي هي الاحداثي بتاعت النقطة بتساوي كام. ده كده يعني ده كده تليفون محمول زي اللي عندنا، ده برنامج اللي هو الجوجل ماب، ده بيعتمد على منظومة الجي بي اس او منظومة الجي ان اس اس بس بطريقة غير مباشرة. ده هنا بيستخدموه للملاحة للنافيجيشن للتنقل. بس لو دخلت مثلا في الجوجل تقول له مثلا عاوز النقطة دي احداثياتها كام، هيطلع لك احداثياتها. بس الاحداثيات دي لو انت واقف مثلا في مكان عصرة في احداثياته بيطلع احداثياته، ولكن احداثيات دي اعتمادا على حل ايه يا باشمهندس؟ حل لحظي. خلاص وانت عارفين ايه بقى هنا حل لحظي ودقته يبقى كام. الصورة التانية دي بتبين لك واحد من السوفت وير او من البرامج المستخدمة للحل اللحظي اللي هو بوست بروسيسنج. هنا بقى ده في شغل كبير قوي، عمال بحدد حاجات كتيرة قوي هنا، هو مدخلات كتيرة وبحدد مجموعة من العوامل مختلفة عشان في الاخر اقدر ان انا اطلع بالاحداثيات.
من ضمن المدخلات بقى يا باشمهندسين ممكن اقول لك عليها اهي مدخلين مهمين قوي اهو دول، حاجه اسمها السامبلينج ريت وحاجه اسمها الاليفيشن ماسك. سامبلينج ريت واليفيشن ماسك، حد يقدر كده يقول لي سامبلينج ريت دي يعني ايه؟ المفروض انا قلتها من شويه، سامبلينج ريت في البرنامج بتاع الحل اللاحق يعني ايه سامبلينج ريت؟ كريم يعني يا دكتور بياخد الراس ده كله قد ايه؟ 10/10 يا كريم. انا هنا اللي بحدد، بقول له هنا البرنامج دلوقتي من شويه بقول له خد لي الراس ده كل ثانيه، طبعا لو وقفت دقيقه هيبقى عندي مش راس ده من قمر، حزمه ارصاد كل ثانيه. انت كده الحزمه دي هي كم قمر يا كريم؟ على الاقل 4. خلاص، فكل ثانيه افتح الميموري بتاعك وسجل الارصاد دي، ففي الدقيقه 60 حزمه ارصاد، واحد تاني ممكن يظبطها على 10 ثواني فيبقى 6. هتقول طب ما نخليها كل ثانيه احسن، انت خلي بالك كل ثانيه دي انت مقيد بميموري او ذاكره ممكن تتملي منك بعد شويه شغلانه في الثانيه في الثالثه وانت ما مسحتش الذاكره، ما عملتهاش فورمات او ما شلتش اللي عليها، عمال تزود تزود تزود، في الاخر هتلاقي اللي بيحصل ان الميموري ممكن تتملي وتلاقي الجهاز يقولك انا مش عارف اسجل حاجه. كويس جدا. طيب ادي اول جزئيه اللي هي السامبلينج ريت دي. ايه تاني؟ ممكن انا دلوقتي خلي بالك ممكن انا في الجهاز اقول له يا جهاز وانا في الموقع القط لي كل ثانيه، بس هنا في الحل اللاحق اقول له لا حل لي مثلا السامبلينج ريت 10 ثواني، يعني دي برضو في ايدي، انما العكس غلط، ما ينفعش وانا واقف في الجهاز مولع انا في الموقع دلوقتي اقول له ارصد لكل 10 ثواني واقول للبرنامج حل سامبلينج ريت 1 ثانيه، هيقول لي ما عنديش. خلاص. طيب اليفيشن ماسك، اليفيشن ماسك وهي واضح انها زاويه، حد يعرف يعني دي؟ صعبه شويه بس اللي هيقولها هتبسط منه يعني. ها elevation mask زاوية، دكتور ممكن تكون زاوية ميل الجهاز الأفقية بتاعته ولا لا؟ لا، الجهاز لازم يبقى أفقي ومحوره يبقى رأسه. يا كريم هو مش متأكد حضرتك، بس ممكن دي ال الزاويه مثلا اللي مش هتخلي مثلا ساتلايت تاني، انت تلقط ساتلايت تاني بس يبقى بلوكت، او يعني ما يبقاش مظبوط. انت قربت يا كريم، الزاويه دي زاويه ايه؟ انت قربت قوي. طب محمود بص يا دكتور، هي ممكن تكون يعني الأقمار اللي انا عايز مثلا ان انا القط منها الاشاره بتكون مثلا على الزاويه دي، تمام، ان انا ما القطش اي اقمار تاني يعني مثلا زياده عن العشرة، يعني مثلا انا عندي مثلا النايل سات بيكون مثلا من على 6 غرب، تمام، لو العرب سات مثلا بيكون على 27 درجه، فده اللي انا متوقعه. وانت عشان خلطت ما بين عين امرين مختلفين، الاجابه مظبوطه بس العكس، انك انت خلطت ما بين قمر بيدور بنفس سرعه دوران الارض فبالنسبه لك بيبقى ثابت، وقمر تاني بيدور بسرعه اعلى او في مدار تاني خالص بحيث ان هو ما بيبقاش ثابت بالنسبه للرصد.
ماشي، هنقول يعني إجابتك مظبوطة ولكن عكسية. طب كرولوس؟ دكتور ممكن الزاوية بين القمر صناعي معين، يعني احنا بنقول أربعة، في واحد مثلا واللي بينه الزاوية اللي بينهم بقى في حتة الرصد دي أو في لحظة الرصد هي دي العشرة ديجري أو كده الفيجن ماسك. طيب يعني ما أنا مبسوط طبعا من إجاباتكم وكده، بس في معلومة لسه ما قلتهاش، فدي لو كنت قلتها من الأول كنت وصلت الإجابة الصحيحة، ومع ذلك طبعا يعني الناس اللي شاركت كلها أنا مبسوط منها صراحة. هقول إيه دلوقتي الإليفيشن ماسك ده يا باشمهندس؟ الإليفيشن ماسك ده، وقبل ما أشرحه هقول لك معلومة، لما تكون الإشارة جاية رأسية هي أفضل إشارة على الإطلاق، ولما تكون الإشارة جاية أفقية بالنسبة لك تبقى أسوأ إشارة على الإطلاق. عارف يعني إيه أفقية؟ هتكون خبطت في جبل وعمارة وعربية ماشية، إشارة ياما ما توصلكش، أو لو وصلتك حصلت المعجزة ووصلتك هتبقى إشارة متبهدلة خالص. فعشان كده إحنا بنثبت الإليفيشن ماسك ده، بنقول له أنا عاوزك تلقط لي أي أمر واستقبل إشارة أي أمر تكون زاوية ميله على الرأس على الأفق بتاعي لا تقل عن 10 درجة. يعني كده أهو، أنت واقف هنا كده دلوقتي يا باشمهندس بالجهاز، لو الزاوية دي أقل من 10 درجة وفي أمر بيبعت لي إشارة ما تستقبلش منه. ليه؟ الإشارة بتاعته هتبقى ضعيفة جدا وإشارة غير دقيقة بالمرة، خبط بقى في جبل وخبط في مليون حاجة بقى ما وصلك، ده لو وصل لك أصلا. فأرصد من 10 فما فوق، طبعا أفضل إشارة على الإطلاق الإشارة دي كده أهي، أدي قمر صناعي أهو، أدي القمر الصناعي دي رأسية عاملة زاوية كام على الأفق بتاعك 90 درجة رائعة جدا. فده المقصود بإليفيشن ماسك أو الإليفيشن أنجل، أرصد من زاوية ارتفاع 10 درجة فما فوق، وكلما زادت الزاوية لو أنت ظبطتها على 15 درجة اعرف إن الإشارة هتبقى أفضل من الأقمار بتاعة العشرة. هتقول لي طب خلاص ما نخليها 80، أقول لك ما أنت في مشكلة عندك، أنت لو 80 ممكن ما تلاقيش إلا قمر ولا قمرين اللي بيحققوا شرط ال 80 درجة دي، وبالتالي مش هتقدر إنك أنت ترصد 4 أقمار متزامنة في نفس الوقت، وتلاقي الجهاز أو هتلاقي المنظومة مش عارفة إنها تحل وتديك الإيه؟ الإحداثيات. فهو من الخبرة 10 أو 15 درجة بالكتير هتبقى كويسة جدا تديك أرصاد معقولة وفي نفس الوقت متوازنة مع عدد الأقمار، يكون انت لاقط على الأقل 4 أقمار. ماشي يا شباب؟ ده كده كان شكل زي ما قلت لك ليه سوفت وير أو برنامج بيحل اللي هو الحل الإيه؟ اللاحق. جي بي اس كورنج سيستم، أنا قلت لك أو إحنا عارفين من حتى من أيام المساحة المستوية، أنا عندنا شكل الأرض الطبيعية عامل كده، دي شكل الأرض الطبيعية، ده شكل الأرض الطبيعية. أنا عاوز أرسم خريطة للجزئية دي، أدي الأرض أهي وعمالها أشرحها لك. ماشي؟ طبعا الأرض الطبيعية دي ما ينفعش إن أنا أصغرها وأعملها زي نموذج وأقدمها للعميل، الأرض مشكلتها إنها غير منتظمة. فعشان كده كنا بنعمل إيه في المساحة المستوية؟ كنا بنتخيل وجود مستوى أفقي، النقطة إيه أهي بتسقط تحت في المستوى الأفقي، ونقول آدي النقطة إيه، والنقطة بي بنسقطها في المستوى الأفقي تحت ونقول آدي النقطة B. وبعدين لو عاوز تجيب المسافة ما بين نقطتين بقى، ما بجيبش المسافة على سطح الأرض الطبيعية، لا بجيب المسافة المسقطة دي
اللي هي horizontal distance. كان أيام إيه المساحة المستوية لما كنت شغال في مشاريع صغيرة لحد 7 كيلو 8 كيلو طول 50 كيلو متر مربع مساحة. الكلام ده ما ينفعش في حالة المسافات أو المساحات الكبيرة. الجي بي إس هنا بقى ده حاجة على مستوى العالم، ما ينفعش أقول إن الأرض الطبيعية دي عاوز أقربها أخليها مستوى أفقي. هي الأرض كده لو أخدتها كلها على بعضها عاملة كده صح؟ دي الأرض كلها على بعضها بس مشكلتها غير منتظمة. فشافوا أفضل وأقرب سطح لشكل الأرض الطبيعية بحيث إن هم يجروا عليه عمليات الحسابية بديلا عن السطح الأفقي. عشان كده خرجنا من مصطلح البلين سيرفينج لحاجة اسمها جيوديتك سيرفينج. جيوديتك سيرفينج، جيوديتك سيرفينج اللي هي بتبقى منسبة، أو الجيومتريك جيوديتك سيرفينج اللي هي إن أنا بأجري عمليات الحسابية بقى مش على المستوى الأفقي زي البلين سيرفينج، لا بأجريها على سطح إسقاط آخر شكله قريب قوي من شكل أرض طبيعية. في برضو دوران شكل كروي، في متفلتح ومنبعج اللي هو إيه يا باشمهندس؟ سطح الإليبسويد، سطح الإليبسويد أو القطع الدوراني الناقص. إيه القطع الدوراني الناقص ده؟ دي دايرة حد درس عليها من هنا كده، معلش بقى لرضاءة الرسم دي، حصل لها تفلتح عند القطبين اللي هي اللي فوق واللي تحت دي، مكان الضغط يعني اللي بتسميه القطبين بعد كده هيبقى اسمه القطبين او البولز، وتفلتح عند الاجناب من هنا كده حصل لها تفلتح. انت بتضغط من هنا بينبعج من هنا، فكوره متداسه وبعدين لفت حوالين محور الانضغاط ده فكونت لك الشكل المجسم ده اللي هو قطع الدوران الناقص اللي احنا بنقول عليه بالانجليزي سطح الإليبسويد. الجي بي اس بيشتغل على السطح او يعني على العمليات الحسابيه اللي بتجرى. لما اقول مثلا عندي نقطتين A و B وبيتعامل مع النقط اعتمادا على الإليبسويد ومش الارض الطبيعيه. مشكله الارض الطبيعيه انها غير منتظمه. الإليبسويد بتاع الجي بي اس هو الإليبسويد اسمه WGS84. المركز بتاع الإليبسويد ده هو مركز الكرة الأرضية. محور دوران الإليبسويد ده هو تقريبا مجازا للطلاب. سطح الإليبسويد ده لو جيت على المحور الرأسي ده، لو محور دوران الأرض أو محور دوران الإليبسويد الاثنين نظرين منطبقين على بعض، جيت رحت راسم دايرة عمودية بقى عليه دي اللي هي متهشرة بالأصفر، أنا بحبرك عليها بالأحمر دي، ده بيسموه الإكويتور أو دايرة الاستواء اللي هو بيقسم الإليبسويد نص شمالي ونص جنوبي. وفي خط اسمه خط جرينتش، خط جرينتش. خط جرينتش ده بيتحدد ازاي؟ ده عبارة عن خط بيتحدد عن طريق جرينتش. دي عبارة عن ضاحية موجودة في قرب لندن، طبعا الانجليز يعني بعد ما العلماء العرب خلصوا دورهم جم بقى العلماء الانجليز كان ليهم باع في الجغرافيا وكده، فحبوا ان يخلدوا الحاجه لاسمهم، عملوا نقطه هناك ومرصد هناك فلكي شهير قوي في قرب لندن زي مثلا حلوان عندنا في قرب الضاحيه من القاهره وجرينتش ضاحيه في لندن. المهم وثبتوا نقطه هناك والنقطه دي اسقطوه على اي إليبسويد بيشتغلوا عليه، فجت في مكان ما هنا راحوا بيحصل انها بنوصل النقطة اللي بيمر فيها
محور الدوران بتاع الأرض فوق مع نقطة خط جريش مع محور الدوران الناحية التانية، بيعدي بحاجة اسمها ساوث بول، اترسم خط جرينتش أهو. خط جرينتش بيقطع الإكويتر اللي أنا قلت عليه ده في نقطة من مركز الأرض لنقطة تقاطع جرينتش مع الإكويتر أو مع درجة الاستواء، أدي المحور إكس، وعمودي عليهم الاتنين هو المحور واي. وقلنا ليه الإليبسويد مش كرة أرضية؟ الإليبسويد سطح منتظم يجرى عليه العمليات الحسابية، على عكس سطح الأرض هو سطح غير منتظم، وبالتالي ما أقدرش أجري عليه عمليات الحسابية. وبقول لك تاني، في البلين سيرفين كنت بسقط على مستوى أفقي، أما في الجيومتريك جيوديتك سيرفين اللي إحنا فيه دلوقتي أنا بتكلم عن مساحات كبيرة، فأنا بأسقط أو بأسقط على سطح الإليبسويد الذي يحاكي إلى حد كبير شكل الأرض الطبيعية بما فيه من تفلتق وانبعاج وإلى آخره. ده سطح الإليبسويد أهو. إيه البارامترز بتاعته اللي بتعرفه؟ حاجة اسمها السيمي ميجر أكسس، نص القطر الأكبر اللي هو المسافة دي يا باشمهندس، ده نص القطر الإيه؟ الأكبر، المسافة دي كده من المركز بتاع الأرض أو مركز الإليبسويد تحديدا لحد نقطة التقاطع دي أهي أو دي، أي نص قطر في الإكويتر هو ده نص القطر الإيه؟ الأكبر. ماشي. في حاجة اسمها فلاتنينج فاكتور، دي كده هأرجعها كده لحد ما نكبر كده ونوصل لسنة رابعة، هنبقى نتكلم بقى على الحاجات دي بالتفصيل الممل. في حاجة اسمها نومينال مين أنجلر فيلوستي، ده اللي هو بنتخيل إن الإليبسويد أو الإليبسويد ده مش موجود، بنتخيله بس هو بيدور. بيدور بقد إيه؟ يقول لك بالزاوية دي في الثانية هي نفس سرعة دوران الأرض. لازم نتخيل إن الإليبسويد ده بيلف بنفس سرعة دوران الأرض، وإلا لما تيجي تسقط النقطة، لو هو الاتنين مش بيدوروا بنفس سرعة الدوران، تيجي تسقط النقطة هتلاقي إحداثياتها مختلفة كل مرة. خلاص. وفي حاجة اسمها جي إم أو جيوسنتريك جرافيتيشنال كونستانت، دي برضو حاجة خارج نطاق تخصص. اللي يهمني من الجدول ده، انا عاوز اقول لك ان الإليبسويد عشان يتحدد لازم يبقى ليه حاجتين يحددوا الشكل بتاعه اللي هو السي ميجر اكسس والفلاتنينج، ويكون ليه سرعه دوران مساويه لسرعه دوران الارض، وحاجه خاصه بالجاذبيه الارضيه مش مجالنا ذكرها دلوقتي. في عندي نوعين من الاحداثيات بيستخدموا اكس واي زد، دي اللي هي الكارتيزيه، وفي فاي لاندا اتش، دي اللي هي الاحداثيات اللي بيسموها الاحداثيات الجغرافيه، دايره عرض، خط طول وارتفاع. انا طبعا مركز قوي على الاكس واي زد ده، في مجالات اخرى هنبقى نعرف ايه فاي ولاندا واتش بس مش السنه دي، واعتقد انتوا درستوها في المساحه المستويه في المقدمه. أي أسئلة يا شباب؟ لما تحصل دكتور، هي الأرقام الكبيرة دي حفظ ولا بس العلم؟ للفهم يا باشمهندس، فهمتها؟ فهمتها بس يعني الرقم كبير تحفظه يعني ولا أفهمه بس وكنت عارفه بس؟ عاوز تحفظه احفظه، بس مش هسألك فيه، ما تقلقش. ما الجزئية دي مالهاش مسائل، خلاص، مش هاجي اقول لك سمع الرقم ده، بس تكون عارفه يعني المعرفة. المعرفة العامة يعني مش شرط. آية دكتور، انا عندي سؤال. هو انا كده لو انا عايزة اجيب احداثيات اي نقطة لازم اجيب الجهاز واقف عليها؟
ولا هل في طريقة مثلا تانية ان انا اقدر مثلا وانا حاطة الجهاز في مكان واحد ارصد كذا نقطة؟ طيب بص يا باشمهندس، دلوقتي الجهاز ما فيهوش تلسكوب ولا فيه منظار ولا فيه اي حاجة خالص نهائي، تماما تماما تماما، خلاص تمام. زي التليفون بتاعك. هل فيه منظار بتبص كده فيه بتشوف فيه الهدف؟ لا، انت يا دوبك بتحطيه على حامل ثلاثي وتروحي دايسة على الباور بتاعه وتدخل المدخلات اللي من ضمنها الاليفيشن انجل ما دام قلناها وسامبلنج ريت وارتفاع الجهاز وتروح دايسه ارصد على زرار الرصد بس وتقعدي جنبه بس ما تعمليش حاجه. لو ما قعدتيش جنبه هيتسرق. بس خلصت الرصد، قعدت الساعه ولا الساعتين ولا نص ساعه ولا ربع ساعه، هتروحي طافيه الجهاز وحطها في العلبه وماشي. بس انت واقفه بالجهاز عند نقطه، يبقى انت بترصدي النقطه المحتله، مش بترصدي مجموعه زي التدوليت. انت واقفه في نقطه وبترصدي 50 نقطه، لا لا لا، مختلف تماما. يعني وصلت؟ عامل زي الراديو يا باشمهندس، زي الراديو. اكيد سمعت الراديو ده في يوم من الايام، صح؟ اه بالظبط. هو بيستقبل من كذا محطة، بس المحطة هنا هو ده القمر الصناعي، بس في الآخر المستهدف بالراديو ده أنت أو اللي بيستخدمه. في النقطة المحتلة فقط هي التي بنجيب الإحداثيات بتاعتها. ماشي؟ تمام ماشي خلاص انتهى. شكرا لحضرتك كده. نعم. نيجي بعد كده للأخطاء الخاصة بجهاز، أو آسف، الأخطاء الخاصة في منظومة جي بي إس. أقدر أصنف الأخطاء دي، طبعا الأخطاء دي هتأثر لي على الإحداثيات اللي هي المنتج النهائي إكس واي زد أو فاي لاندا إتش. الأخطاء دي لو ما خدتش بالي منها، الأخطاء دي هتدي لي إحداثيات مش مظبوطة. أقدر أقول إن الأخطاء دي هي ممكن أصنف مصدرها من ثلاث أماكن مختلفة، يا إما أخطاء متعلقة بمشكلة في القمر الصناعي، يا إما أخطاء متعلقة بالجهاز اللي هو الريسيفر أو المستقبل، يا إما أخطاء ناتجة في السكة الفاصلة ما بين القمر الصناعي والريسيفر، حاجة في النص بقى حصلت. كويس؟ دي كده بتعتبر مصادر الأخطاء المختلفة. طب علاج الأخطاء دي إزاي؟ هخليها بعد ما أخلص الأخطاء نفسها نستعرضها، بعد كده أقول لك ممكن نعالجها إزاي أو نقلل من تأثيرها. ماشي؟ أول خطأ عندي هو خطأ متعلق بحاجة اسمها ساتلايت أوربيتال إيرور، أو خطأ مدار القمر الصناعي. هتقولي ايه مشكلة مدار القمر الصناعي؟ القمر الصناعي نظريا المفروض بيمشي في مدار، بيفضل ماشي عليه، يفضل حلقة، يخلص، يلف، يرجع نفس النقطة تاني، المفروض لا يحيد عن هذا المدار. ده نظريا، انما ايه؟ الكمال لله وحده. المشكلة اللي بيحصل ايه؟ نتيجة دلوقتي انا عندي القمر الصناعي ده في حاجات بيتأثر بيها، انت عارفين موضوع التجاذب ما بين الأجسام وبعضيها. ففي عندي القمر والشمس، القمر اللي خلقه ربنا مش القمر الصناعي، والشمس والأرض، دي كلها حاجات بيتأثر بالجاذبية بتاعتها. فممكن مع مرور الوقت بيحصل ايه؟ القمر الصناعي بيخرج او بيحيد عن مداره، بيحيد عن المدار بتاعه. هو في الأول وفي الآخر حافظ مش فاهم هو بيعمل إيه يا باشمهندس؟ بيشوف الساعة كام في إيده؟ الساعة الزراعية بتاعته، ويروح يقول لك أنا إحداثياتي كذا، حطيتها في النافيجيشن مسج، ويروح بعدها تحت.
وعلى الرغم من كده هو خرج عن المدار بتاعه، هل بيديك احداثياته المظبوطه؟ لا، بيديك احداثياته في الحاله المثاليه، بس هو خرج عن المدار، فده يؤدي الى خطأ في الايه يا باشمهندس، خطأ متعلق بالقمر الصناعي. طب بنكتشف الحاجة دي ازاي؟ طبعا احنا كراصدين مش بنكتشف، بس نرجع فوق تاني، دورك يا كنترول سيجمنت هو اللي بيقدر يكتشف الحاجة دي هي ويعدل القمر او يبعت له تصويبات بالمدار الجديد بتاعه على حسب. خلاص، كده اول خطأ موجود عندي. في الساتلايت كلوك ايرور برضو، الساعة اللي موجودة في القمر الصناعي هي ساعة ذرية، ولكن في نفس الوقت هي برضو من الساعة بتجيب لك بالظبط. هتقولي دقتها دي ساعة ذرية، اقولك هي واحد على رقم ضخم، مش يعني 10 اس ناقص بليون، بليون عارفين مليار، يعني 1 على 10 اس ناقص 9. هتقولي 1 على 10 اس ناقص 9 ثانية، ما ده حلو قوي، اضرب بقى الرقم ده في 300,000 كيلو، شوف بقى يعمل لك تأثير قد ايه. هيطلع تأثير صغير بس برضه تأثير في الرينج، كل الحاجات دي بتأثر. طب علاجه ايه؟ الدقة طبعا بتاعته 1 على 10 اس ناقص 9، علاجه ايه؟ هنشوف العلاجات في الاخر خالص، ماشي. طبعا ريسيفر كلوك ايرور ده اتكلمت عليه المرة اللي فاتت والمرة دي بالتفصيل، وعرفنا الموضوع ده حله ايه. نظرا لان الساعة اللي موجودة في القمر في الريسيفر في المستقبل من نوع الكوارتز، فطبعا دقتها لا تقارن اطلاقا بالساتلايت او بالقمر الصناعي. بناخد دقيقتين كده بس صراحة، دقيقتين بالعدد ونرجع تاني. نرجع نكمل يا شباب. Receiver measurement noise، يعني عشان تفهموها دي، ده اللي هو ان الجهاز هنك، حصل فيه تهنيك. طب ده شغال في الكمبيوتر، تلاقيه علق شويه كده ورجع تاني، ده يعني عشان يوصل او توصل معلومه ليكو في الجزئيه دي. في عندنا بعد كده انتنا فيز سنتر فاريشن. ايه الانتنا فيز سنتر فاريشن دي؟ انتنا فيز سنتر فاريشن المفروض دلوقتي انا
الإشارة بتستقبل في نقطة معينة في الجهاز مفروض. المشكلة كلها إن النقطة دي مع مرور الوقت وكثرة استخدام الجهاز والجهاز بيحصل فيه ممكن يتخبط مني أو حاجة زي كده، تبقى الإشارة اللي بتستقبل فيها الموجات ما بتبقاش منطبقة على، آسف، النقطة اللي بيستقبل فيها الموجة بتبقى ثانية واحدة معلش يا جماعة، وده في مشكلة عندي في الصوت، ثانية واحدة. الصوت واضح يا جماعة كده؟ واضح يا دكتور، واضح من أفضل يعني. طيب نرجع لأنتنا في سنتر فاريشن دي. زي ما قلت المفروض دلوقتي الجهاز يستقبل الإشارات في نقطة معينة، يستقبل الإشارات في إيه؟ في نقطة معينة منه. ممكن الجهاز ده حصل فيه مشكلة، ما خبط مني أو حاجة زي كده، اللي بيحصل فيه ترحيلة ما بين نفس المكان اللي المفروض يستقبل فيه الموجات دي والمكان الفعلي بيستقبل فيه الموجات، يبقى في نقطتين مختلفتين. المفروض هو يستقبل في النقطة دي وفعليا بيستقبل في نقطة تانية مرحلة شوية. خلي بالك ده كل ده جوه الجهاز، بنتكلم في سنتي وسنتين وتلاتة والحاجات دي، مش أمتار. ده في الأنتنة، في الهواء بتاع الجهاز نفسه، خلاص. فدي برضو بتعمل نوع من المشكلة. أنا برضو بتكلم بقول إن في بعض التطبيقات بيصل فيها الدقة إلى المليمترات، فطبعا السنتي هنا بيفرق معانا. من أخطر بقى الحاجات اللي بتأثر على أو مصدر من مصادر الأخطاء في المسافة ما بين القمر وما بين الرصيفر. وطبعا لو احنا بصينا على الحاجات اللي فوق دي بسرعة كده، ساتلايت أوربيتال إيرور، ده مشكلة في القمر. ساتلايت كلوك إيرور، حاجة خاصة بالقمر. رسيفر كلوك إيرور، حاجة خاصة بالمستقبل. رسيفر ميجرمنت نويز، أنتنا فيس سنتر فاريشن، كل حاجة خاصة بالرسيفر. أيونوسفيريك ديلي. ايه ايونوسفيريك ديلي دي؟ انا عندي دلوقتي عندي موجود القمر الصناعي موجود في مكان في الفراغ. اللي بيحصل دلوقتي ان الاشاره في الفراغ ما بيبقاش فيها اي مشكله. اللي بيحصل بعد كده، أول ما بيخش في الغلاف الجوي، من ضمن طبقات الغلاف الجوي هي طبقة الأيونوسفير. طبقة الأيونوسفير هي طبقة بتمتد من مسافة 50 كيلومتر إلى مسافة 1000 كيلومتر فوق سطح الأرض. مشكلة الطبقة دي إنها فيها غازات متأينة، واخدة شحنات بقى سالبة وموجبة وإلى آخره. ايه مشكلة بقى الطبقة دي؟ نتيجة الغازات المتأينة دي بتعمل عملية تشويه للإشارة. انتوا حتى شايفين الإشارة هنا، بكبر لكم الصوت شوية،
ده كده الإشارة ماشية كويس، مفيش مشكلة، دخلت في الأينوسفير حصل لها تشوه، حتى ممكن الطول الموجي بتاعها يختلف شوية، بتسرع شوية من الإشارة وبتقلل من سرعة الإشارة، ممكن الكود يبدأ يسيب الفيز هنا، الكود الكورس أكوزيشن والفيز التأثير بيبقى عكسي، واحد سرعته بتزيد واحد سرعته بتقل، فبيحصل تشويه رهيب في الإشارة. طبعا الأيونوسفير ده أو خطأ الأيونوسفير ده لو مؤخذ في الاعتبار، ده الخطأ بتاعه بيصل إلى يعني أو خطأ مقداره بيعتبر كبير جدا 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 فوق ما تتخيل. في عندي برضو غلاف أو جزء من الغلاف الجوي اسمه التروبوسفير. التروبوسفير ده دي طبقة بتمتد من وش الأرض لحد 50 كيلومتر فوق سطح الأرض. المشكلة في التروبوسفير إنه برضو بيأثر بتأثير سلبي على الإشارة. إيه تحديدا في التروبوسفير اللي بيأثر على الإشارة؟ في عندي أكتر من حاجة، في عندي الضغط الجوي، درجة الحرارة والبخار أو هنقول الرطوبة الموجودة في الغلاف في الغلاف ده. التروبوسفير الخطأ بتاعه ممكن أقسمه إلى جزئين، 90% منه بيعتبر خطأ بيسموه خطأ جاف أو دراي بارت، و10% منه خطأ ناتج عن الرطوبة. 90% دي بنقدر نتغلب عن الخطأ بنسبة 90%، دراي بارت ده بنقدر نعالجه كويس قوي. المشكلة كلها في 10% المتبقية اللي هي ناتجة عن بخار المية أو الرطوبة اللي موجودة في الغلاف التروبوسفير. ده طبعا من ضمن الأخطاء اللي بتظهر في السكة ما بين القمر وما بين الرصيفر. طيب الإشارة قربت بقى خلاص داخلة على الرصيفر، قابلتنا مشكلة جديدة بقى أو مصدر خطأ آخر، مالتي باث. والصورة أعتقد بتقول لك مشكلة أو إيه المشكلة دي، عشان كده دايما بقول لك حاول تبتعد عن المباني والعناصر العالية دي بقدر الإمكان وأنت بتحط الجهاز بتاعك. إيه اللي بيحصل هنا؟ المفروض الإشارة نازلة خط مستقيم لحد ما توصلك للرسيفر أو المستقبل في الأسفل. اللي بيحصل إيه يا باشمهندس؟ اللي بيحصل دلوقتي الإشارة نتيجة وجود مثلا مبنى عالي وأنا واقف قربه قوي، بتروح الإشارة خبطة في المبنى وبعدين منعكسة. أول حاجة الإشارة بتضعف، تاني حاجة لما الجهاز يجي يحسب المسافة من أول القمر الصناعي فوق لحد الرسيفر في الأسفل بيحسبها على الطول ده اللي أنا عمله لك بالأزرق ده، أهو حسبولك على الطول ده. هل ده الطول ده هو نفسه الطول المستقيم اللي أنا بعمله لك باللون الأصفر ده؟ ده الصح، والأزرق ده اللي حسبه الغلط. فطبعا ده هيعمل نوع من الخطأ، هيحسب المسافة غلط وبالتالي الإحداثيات بتبقى غلط. طب حل المشكلة دي إيه؟ حل المشكلة دي من الآخر، ابعد تماما عن العناصر العالية دي بقدر الإمكان، ما تشتغلش مثلا في حواري أو شوارع ضيقة بالجي بي إس، مش هيسعفك. ده لو عرفت تلقط إشارة أعرف إنها مليانة مالتي باث، والمالتي باث ده هيأثر تأثير سلبي على الدقة الناتجة. نيجي لآخر خطأ على الإطلاق،
وهو سايكل سليب. ده برضو بيحصل عادة نتيجة الاختيار السيء لمكان النقطة اللي أنا واقف عليها بالجهاز، بقولك عادة مش دايما يعني. أو العادات السيئة اللي ممكن تحصل معي. سايكل سليب ده يعني إيه؟ دلوقتي إحنا عارفين الأمبيجيتي، قلت لك الأمبيجيتي هيظهر لي للمرة التانية، ظهر هنا. ده خطأ بيحصل في الكاريرز، ما بيحصلش في القود. أنت دلوقتي أول إشارة كانت 1.25 مليون، تاني إشارة 1.1 مليون، تالت إشارة 1.115 مليون ومش عارف كيف. المهم الأمبيجوتي كان بيساوي 1,000,000. بيحصل بقى يا باشمهندس إن حاجة بتروح قطع الإشارة ما بين القمر الصناعي والرسيفر، يحصل انقطاع إشارة. إيه اللي بيحصل في الحالة دي؟ يعني مثلا واحد دلوقتي كان قاعد جنب الجهاز وراح حاطط ايده على الانتينا بتاعت الجهاز، الاريال بتاع الجهاز، ايه اللي حصل؟ انقطعت الاشاره لمده ثانيه او ثانيتين. حصل ايه؟ حصل دلوقتي الجهاز لما يجي يستقبل الاشاره من نفس القمر كان لسه لقطه من شويه، هيعتبره اكنه قمر ماله، قمر جديد، اكنه قمر جديد خالص، وبالتالي هيقعد فترة عبال ما يحل الامبيجيتي بتاعته تاني. يعني انا كنت شغاله كالامبيجيتي بتاع 1,000,000 وخلاص القمر الصناعي او الرسيفر فاهم الامبيجيتي او البرنامج هيفهم الامبيجيتي يساوي كام. هيجي بعد شوية انقطعت الاشارة لمدة ثانيتين تلاتة اربعة عشر ثواني، المهم اتقطعت وخلاص. لما يجي يرصده تاني هيعتبره قمر جديد خالص، هيبدا ياخد كسر الموجه في الاول ويبدا يقعد فتره على ما يحسب الامبيجيتي. طبعا ده بيقلل من دقه الحل بعد ذلك. طبعا في اسباب كتيره للسايكل سليب غير ان واحد يحط ايده على الانتنة وكده، لا ممكن يكون مثلا واحد واقف قرب شجرة أو حاجة زي كده. طبعا الشجرة مش مصمتة، لا فيها فراغات، فشوية تلاقي الإشارة بتعدي من فراغ الشجر وبعد كده ما بتعديش وهكذا. فعشان كده بقولك اختيارك للنقطة أو لمكان النقطة مهم جدا. برضو في حاجات تانية، برضو ممكن تأثر. خلي بالك ان مش كل الرصد وانا واقف في الجهاز على حامل ثلاثي، لا ده في بعض انواع الرصد ببقى ماسك الريسيفر وبتحرك بيه. فلو الحركة بتاعتي حركة بيسموها الحركة الديناميكية، الحركة حصل حركة فجائية مرة واحدة، مثلا تمثبت الريسيفر على عربية او حاجة زي كده، حصل انك انت رحت واخد مثلا مطب فجائي مش واخد بالك منه، ده ممكن يؤدي برضو الى حدوث هذه الظاهرة، وانتوا عارفين مشكلتها بتبقى ايه بعد كده في موضوع الامبيجتي. طيب احنا عندنا دلوقتي بالنسبة للرسيفرز او المستقبلات اللي موجودة في السوق من ارخص واحد لاغلى واحد، في اول حاجة هاند هيلد رسيفرز اللي هي المستقبلات المحمولة في الايد، اسهل واقرب حاجه لذهنك البتاع اللي موجوده في التليفون المحمول بتاعك، ما هو في حته جي بي او في حته جي ان اس اس ريسيفر، ده محمول. في حاجات او زي وكده اهو، دي كلها بتعتبر ريسيفر، دي مش تليفونات محمول، ده حاجه بتقول لك الاحداث بتاعك بيساوي كام واستخدمها للملاحه. كويس. في بعد كده النوع الأغلى منه شوية سنجل فريكوانسي ريسيفر، ده ما بيفهمش إلا الـ L1 واللي متركب عليه. عارفين L1 دي موجة حاملة متركب عليها الكورس أكوزيشن والبريسايز كود، يفهم L1 أو يقدر يستقبل L1، يقدر يستقبل P كود، يقدر يستقبل
الكورس اكويزيشن كويس. في انواع تانية دول فريكوانسي ريسيفرز، ده بيقدر يستقبل ويفهم ال واحد وما عليها والاثنين وما عليها، ده طبعا بيبقى اغلى من النوع الاولاني. كلما كان الجهاز بيقدر ان هو يستقبل موجات اكتر او هنقول عناصر موجات اكتر، ده هيدي دقه اعلى. في بعد كده مالتي فريكوانسي ريسيفرز، بيستقبل بقى ال1 والL2 والL5، الحاجات حتى الجديده بيقدر ان هو يستقبلها، بيبقى اغلى واغلى. في اخر واحد اللي هو مالتي كونستليشن ريسيفرز، ده اللي هو بقى مش بيستقبل جي بي اس بقى، لا بيستقبل جي بي اس، بيستقبل اشارات من جاليليو، بيستقبل اشارات من جلونوس، بيستقبل من اكتر من نظام. فكلما كان بيستقبل من اكتر من نظام الدقه بتاعته اعلى من هو بيستقبل من الجي بي اس بس. خلي بالك انت ممكن تجيب نفس الجهاز هو هو، نفس الجهاز هو هو، وتروح للشركة هيقولك انت عاوز ايه من دول، فتقول عاوز L1، اتفضل يا باشمهندس، وتاخده وتمشي ودفعت فلوس. تيجي تقول له طب انا عاوز، معلش انا عاوز L1 وL2، يروح فتح لك حاجة في الجهاز بحيث يخليه يستقبل L1 وL2، هو هو نفس الجهاز بس هتدفع. ممكن نفس الجهاز هو هو يروح فاتح لك حاجة بحيث تقبل L1 والL2 والL5 وإلى آخره، وممكن هو هو نفس الجهاز يخليك يستقبل من جي بي اس وجاليليو وجلونوس. وبتحصل الشركات تقول لك أنت عاوز الجهاز إيه؟ تقول أنا عاوز L1 والL2، عاوز جلونوس معاك؟ لا هو جي بي اس بس، خلاص يروح فاتح لك L1 والL2 بس. في سؤال لحد دلوقتي؟ طيب اخر حاجه نقول عشان نقفل. دكتور ترفع ايدك. قول يا مصطفى. لو سمحت يا دكتور، طب هو الجهاز بيستخدم ال1 وال2 مثلا، يعني لو الجهاز مفتوح فيه ال1 وال2 هيستخدمهم الاثنين مع بعض بحيث ان هو يدي تقنيه اعلى، ولا هو بيستخدم حاجه واحده بس فيهم؟ هو وانت دلوقتي في الحل اللاحق بتقوله بقى حل بال1، حل بال1 وال2، في دمج ما بين الحل، يقول له مثلا عاوزك تحل لي بال1 وال2، طبعا ده بيبقى ادق ولا تحل بال1 بس؟ سؤال. لا الدمج طبعا يا دكتور. بالظبط كده. فانت الجهاز دلوقتي مستقبل L1 وال2، انت اكيد هتعمل بوست بروسيسنج، تقول له بقى حل لي بال1 بس، حل لي بال2 بس، حل لي بال1 وال2، حل لي بال1 وال2 كورس والكود كمان. ولما تستخدم حاجات اكتر في الحل اعرف ان الدقه بتاعتك بتبقى اعلى، وكلما زودت الأرصاد بتاعتك أعلى، وكلما زودت فترة الرصد أعلى، وكلما زودت عدد السيفرات اللي شغال بيها أعلى. كل ده عشان نصل إلى المليمتر. الرحلة إلى المليمتر مش سهلة، مش سهلة. خلاص تمام يا دكتور، شكرا جدا لحضرتك. نعم. طب آخر حاجة نقولها بقى، إحنا الأخطاء دي بنعالجها إزاي أو بنقلل من تأثيرها إزاي؟ أعرف إن في بعض الأخطاء ممكن إحنا نعالجها علاج جذري، بس في أخطاء تانية ما بنقدرش نعالجها بنسبة 100%، بنقدر نعالجها بنسبة كبيرة أو بس ما يزال تأثيرها لسه موجود. فإحنا أول حاجة أنت عاوز تعالج أخطاء حلوة قوي، أول حاجة تشتغل ريلاتيف، اشتغلت single point positioning. حاجة تانية عاوز تقلل أخطائك، أول ما تشغل relative المسافة ما بين النقطتين اللي هي النقطة اللي انت معلومة الإحداثية النقطة المجهولة ما تبقاش بعيدة أوي.
عاوز تقلل من اخطائك من ضمن الحاجات، انك انت استخدم الحل اللاحق مش الحل اللحظي. ايه كمان؟ لما بنستخدم الحل اللاحق في موديلز او في نماذج رياضيه بتقول له انا عندي الايونوسفير والنبي حاول تقلل من تاثيره عن طريق استخدام النموذج الرياضي ده، هي حاجه موجوده في البرنامج، بيقول لك انت عاوز تحل مشكله الايونوسفير ولا مش عاوز تحلها، تقول له اه، تختار من الدروب بوكس تقول له اه انا عاوز مثلا احل الايونوسفير، يقول لك طب انت عندك الموديل ده والموديل ده والموديل ده، عاوز انهي واحد فيهم؟ تقول عاوز الموديل الفلاني. طبعا كل موديل او كل نموذج موجود في البرنامج له ميزته وله عيبه، في موديل بتبقى كويسة في أماكن معينة أو أماكن جغرافية من العالم، والموديل التاني ممكن يكون أفضل في مكان مثلا آخر من العالم، إحنا في مصر مثلا واقعين في نص الكرة الشمالي، في نص الكرة الشمالي دايرة عرض 30، في ناس دايرة عرض 50 و60، ممكن النموذج اللي ينفعني أنا ما ينفعش الناس اللي هم في الشمال عندي، وهكذا. تمام. الحاجة التانية بقى، السؤال اللي سأله مصطفى جاي اهو، بيقولك the usage of combination between GPS observables، يعني اعمل او استخدم الحل من اكتر من حاجة انت استقبل. انت معك L1 و L2 course acquisition ماسي، دي موجودة عندك، وبي كود، استخدم الحاجات دي كلها مع بعض بطريقة معينة. ازاي بقى بنستخدمها؟ ده مش مجالنا ان شاء الله في المقرر بتاع السنة الرابعة، هندرسه بالتفصيل. الحاجة التالتة الخاصة بالبريسايز بوينت بوزيشننج، وقلت لك هيجي وقتها، ان احنا عندنا في بعض الملفات موجودة من جهات عالمية متخصصة في الجي ان اس اس، بتبدأ تعمل رفع لملفات خاصة اسمها precise products، حاجات متعلقة بالإقمار الصناعية، حاجات متعلقة بالتوقيتات بتاعت الإقمار الصناعية وأشياء أخرى. ممكن أروح منزل الملفات دي هنا، أقول له والله أنا رصدت اليوم الفلاني الساعة الفلانية، اديني الملفات دي، بتقدر تحددها من الموقع نفسه زي موقع الـ IGS مثلا، تقول له أنا مثلا رصدت يوم 5/3/2022 عاوز البريسايز برودكتس دي أو الحاجات الدقيقة أوي دي، تروح منزلها وتروح مدخلها في البرنامج بتاع الحل اللاحق اللي هو ده، لكن صورته أهي، تروح مدخل عامل أبلود للملفات دي هنا وانت بتحل، بياخد الحاجات دي كلها ويروح بعد كده يتغلب لك على بعض أنواع الأخطاء، من ضمن الحاجات اللي هي الأخطاء الذرية دي ليها بريسايز برودكت خاصة بيها. بقولك على سبيل المثال، أنا كده خلصت المحاضرة بتاعت النهاردة. لو في حد عنده أي سؤال ولا حاجة بسرعة كده في خلال دقيقة. عمر كمال. دكتور، هو أنا دلوقتي لو شغال في الموقع وحددت نقطة بالجي بي اس أو جي ان اس اس، انا مش محتاج احدد كذا نقطه صح؟ وانا لو حددت نقطه اقدر اجيب النقط الثانيه ريلاتيف ليها بالتوتال ستيشن او اي حاجه، صح كده ولا مش صح؟ هو انت لو عاوز يكون عندك في الموقع كنترول بوينت، يعني لازم يكون عندك نقطتين في الموقع شايفين بعض عشان تقدر تستخدم توتال ستيشن، مش نقطه واحده بس. وصلت؟ فاجابتك تبقى الإجابة آه لو أنت استعنت بالجي إن إس إس وحددت نقطتين في الموقع،
بس بقى مشكلة التوتال والتدوليت والحاجات دي هي لازم يكون الرؤية متبادلة ما بينهم. وصلت؟ تمام كده. أحمد سيد، بعد حضرتك يا دكتور، هل الجي ان اس اس يناسب ان انا اعمل ميزانيه ولا لا؟ يعني هل يكون سهل ولا صعب؟ سؤال حلو ومحترم جدا. هو احنا في الميزانيات لا نميل الى جي ان اس اس لسبب بسيط جدا يا باشمهندس، ان جي ان اس اس لو انت بصيت، انا قلت لك ان سطح الاسنان بتاعه او الديتم بتاعه هو سطح الاليبسويد دبليو جي اس 84، بتكلم على الجي بي اس تحديدا يعني. اما في الميزانيات فان سطح الاسنان اللي احنا بنشتغل عليه هو متوسط منسوب سطح البحر. مشكلة متوسط منسوب سطح البحر، انا هقفل بس التسجيل.